بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النهاردة يوم الشهيد، كل التحية كل التقدير لكل شهداء مصر الأبطال من رجال قوتنا المسلحة ومن رجال شرطتنا الباسلة، كل التحية وكل التقدير لكل من ذهبت روحه فداء لهذا الوطن كي نبني مجدا لوطننا الغالي مصر الغالية في كل مكان. كل التحية وكل التقدير لأسر هؤلاء الشهداء، لآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وزوجاتهم، كل التحية وكل التقدير لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا الوطن ونحيا نحن في هذا الوطن. النهاردة يوم الشهيد، طبعا بكل تأكيد هنتكلم وحيكون معانا أمور كتيرة جدا، لكن أيضا فيما يخص الشأن الرياضي، الأهلي وصل بسلامة الله إلى جنوب إفريقيا استعدادا لملاقاة سان داونز يوم السبت القادم، وإن شاء الله الأهلي قادر على حسم هذه الموقعة والعودة بالانتصار. كما عاد سان داونز بانتصار من القاهرة، سيعود الأهلي أيضا بانتصار من جنوب إفريقيا. الزمالك هو الآخر بيستعد لمباراة الوداد المغربي، أكون أو لا أكون، والزمالك بأبطاله بلاعبيه قادر إن شاء الله على تحقيق المعجزة والفوز بالثلاث مباريات، ولما لا، والزمالك أيضا يضم كتيبة كبيرة جدا من أفضل لاعبي القارة الإفريقية. عندنا كلام كتير جدا، وعندنا أيضا أزمة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وصلت لإيه بعد جلسة معالي الوزير دكتور أشرف صبحي معهم بالأمس، وشرفت باتصال من دكتور أشرف، هحكي لكم كل اللي حصل، وهيكون معنا أيضا الكابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وفي الجزء الثاني سيكون معنا نجم من نجوم غزل المحلة ومنتخب مصر الكابتن شريف الخشاب. هنتعرف على ده كله وكل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم، زي ما قلت لحضراتكم النهاردة يوم الشهيد، 9 من شهر مارس. الشهيد اللي هو ضحى بنفسه وضحى بروحه وضحى بأبنائه وبأهله عشان احنا نعيش وعشان الوطن يظل مرفوع الرأس. وبكل تأكيد يعني زي ما قلنا الناس دي الشهداء الأبرار من رجال قواتنا المسلحة، الشهداء الأبرار من رجال الشرطة في كل مكان، ضحوا بنفسهم عشان احنا نعيش وعشان مصر تعود درة الشرق، تعود مصر مرفوعة الرأس. تضحيات كتيرة جدا، وده الميراث اللي احنا ورثناه في جيشنا وفي شرطتنا على مر العصور. الجيش طول عمره، بداية من حروب 48 و67، بل بداية من الهكسوس في عصر الفراعنة، جيش مصر طول عمره هو العماد الأساسي اللي احنا بنعتمد عليه في تأمين الجبهة الخارجية وحفظ مصر من أي غزو. عمرنا ما كنا في يوم من الأيام احنا نغزو ناس لا، أو نغزو بلد معين، لكن مصر حينما يفكر أي عدو في أن يمس شعر من رأس مصر لا تستكين أبدا ولا تبات مصر برجالها وبقوات المسلحة حتى ترد كيد المعتدين. أيضا رجال الشرطة البواسل اللي بيضحوا بأرواحهم وجبهتنا الداخلية، وما أكثر شهداء الشرطة بداية من معركة الإسماعيلية كلنا فاكرين، مرورا بالأحداث في الثورات الأخيرة، وشفنا تضحيات كتيرة جدا جدا. عشان كده بقول لكل أب ولكل أم ولكل زوجة ولكل ابن ولكل بنت فقدت عائلهم وفقدوا ابنهم، بقول لهم لا، هو في منزلة أفضل مننا بكتير، هو من الشهداء، هو في جنة عرضها السماوات والأرض، هو عاش، هو مات عشان احنا نعيش وعشان مصر تظل مرفوعة الرأس، وحضراتكم تغيبوا مرفوعون الرأس، تفتخروا بأن ابنكم شهيد وأن أبوك شهيد وأن أبوك شهيد. ده شرف ما بعده شرف، فكل التحية وكل التقدير لكل شهداء مصر الأبرار في كل وقت وفي كل حين. طيب طيب خلوني يعني زي ما بنقول دايما ان الخارجية المصرية حاجة تفرح في كل وقت وفي كل حين، بتثبت الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية ان هي يعني السند الحقيقي لأي مصري يكون في خارج حدود البلاد في أي بلد من البلدان. طبعا بعثة النادي الأهلي سافرت بسلامة الله إلى جنوب إفريقيا، خلونا نطمن على البعثة من معالي السفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا. يا أحمد بيه مساء الخير وأهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب.
مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. قبل ما اتكلم في بعثة النادي الأهلي يا فندم، النهاردة يوم الشهيد، حاسيب حضرتك كلمة لشهداء مصر الأبرار. يعني أعتقد حضرتك الكلام اللي قلته دقيق جدا. لا يوجد فيه بيت مصري إما إن هو في حد من أهله أو معارفه أو قرايبه أو جيرانه ضحى بروحه فدا لهذا الوطن، سواء في مراحل زمنية، فترات زمنية سابقة أو حالية. وبالتالي يعني ده يوم مهم بالنسبة لنا إن احنا نتذكر فيه كل دهوت، ونترحم على أرواح شهدائنا، ونتمنى دايما الخير والسلامة لمصرنا الحبيب. يا رب يا رب يا فندم. معالي السفير، وانا دايما بأشيد بالدبلوماسية المصرية وبالدور الكبير اللي حضراتكم بتبذلوه لراحة اي مصري مغترب عن بلده. طبعا بعثة النادي الاهلي بسلامة الله وصلت الى جنوب افريقيا، يعني امور البعثة حضرتك طمنا عليها، الاجراءات اللي تم اتخاذها، الاجراءات الصحية المتبعة ايضا في جنوب افريقيا في هذا التوقيت. الحقيقة الاجراءات بدأت صار بدرت بيها بالتواصل مع الجهاز الفني خاص بالنادي الاهلي من اول لما ظهرت نتائج القرعه من كذا شهر، ودي ترتيبات احنا معتادين عليها مع الفرق الرياضيه المصريه اللي بتشارك في مثل هذه البطولات، لانه ده دورنا وواجبنا علشان تيسير عمليات الترتيبات الخاصة بالطيران والإقامة والتنقلات والملاعب. ولذلك كان نتيجة هذا الجهد المبذول من فترة كان في سلاسة كبيرة في الإجراءات من منذ لحظة وصولهم النهاردة الساعة 12 إلى ربع الظهر تقريبا، وانتقالهم إلى مقر الإقامة. جميل. طب كان في مكالمة ما بين حضرتك وما بين كابتن محمود الخطيب النهاردة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أهم ما دار في هذه المكالمة يا فندم وكواليسها. هو الاطمئنان على الفريق طبعا. كابتن محمود حيث عارف الفريق ده، الاهلي النهارده المره دي رابع مباراه له مع فريق صن داونز في فتره زمنيه لا تتجاوز 10 شهور. نعم يا فندم. منهم مباراتين طبعا كانوا في مصر واثنين في جنوب افريقيا. المباراه اللي فاتت في جنوب افريقيا كانت في شهر مايو اللي فات، وكان كابتن خطيب بنفسه موجود. المرة دي المتابعة هاتفية متصلة برضو بالاطمئنان على أوضاع الفريق وإنه وصل بسلامة وإجراءاته، ويعني التحقق من إنه مفيش معوقات تمام ما عمله يعني. طبعا حضرتك اقمت مندوبه طبعا عشاء لفريق النادي الاهلي، وده طبعا عاده طبعا حضرتك وعاده كل السفراء المصريين المحترمين في كل بلدان العالم. يعني رسالتك اللي دارت ما بين حضرتك وما بين لاعبي النادي الاهلي خلال هذه المؤتمر. الرساله الاساسيه المهمه جدا هو انه الفريق عليه مسؤولية كبيرة تجاه الجماهير، جماهير الكرة المصرية وجماهير مشجعي النادي الأهلي، في إنه يساعدهم بالذات إنه النهاردة المباراة دي بتتم ما بين فريقين كبار لهم قيمة وقامة كبيرة في أفريقيا، وده بمثابة نهائي مبكر بين الفريقين. فريقين لعبوا قبل كده 11 مباراة مع بعض، كل فريق كسب منهم الآخر. طبعا فريق صن داونز مش ناسي أبدا انه اتهزم من النادي الأهلي في العام الماضي، ولذلك الإعلام عندهم يعني كان مركز انه الفريق صن داونز اخذ بطارف ماتش اللي فات في القاهره بعد الهزيمه بتاعت العام الماضي. طبعا هنا الطار بالمفهوم الرياضي طبعا. ما انا فاهم فاهم. وبيعملوا ان هم يحافظوا على النتيجه طبعا، عشان كده ده بيحط مسؤوليه كبيره على
لعيبه النادي الاهلي، وهم يعني يسعدوا جماهير الكره المصريه ان شاء الله، ويحافظوا على شبكهم النظيفه بعد ما يكونوا يحجزوا بقى ان شاء الله شباك سان داونز ان شاء الله. طيب الحضور الجماهيري المتوقع اخرى حضرتك؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اتفضل. احنا طبعا نقطة مهمة انه في الماتشات اللي زي كده برضو بصرف النظر عن النتيجة بتاعت المباراة، احنا بنقيم قيمة عالية جدا للرياضة وللرياضيين بصفة عامة لدورها في التقريب بين الشعوب. نعم. يمكن رسالة بحب انقلها للمشاهدين من خلال حضرتك انه دي نقطة أساسية. احنا بنرى حاليا مثلا في عندنا سليماني أول مدير فني أفريقي يدرب الأهلي، وأول مدير فني جنوب أفريقي في الدوري المصري. نعم. ودي ده شيء كان له دور ولا زال له دور كبير في التقريب ما بين الشعبين المصري وجنوب أفريقيا. جميل يا فندم. طيب الحضور الجماهيري المتوقع في مباراة الأهلي وصن داونز يا فندم؟ لم تحسم هذه المسألة بعد لسبب بسيط جدا، لأنه مسألة إلى الآن لا تزال الرياضات المختلفة بتتم بدون حضور جماهيري اتصالا بالإدارات الاحترازية الخاصة بكورونا. دي أحد الحاجات القليلة الباقية من الإدارات الاحترازية الخاصة بكورونا، ولكن الصورة يمكن تتضح أكثر ربما على يوم الجمعة، لأنه في توقعات بأنه رئيس الجمهورية يطلع هنا. هو معتاد كل فترة يطلع ان هو يتكلم على الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، سواء تخفيف او تشديد حسب احنا في نهاية موجة او في بداية موجة يعني، او في منتصفها وكذا. ففي تكهنات بانه من ضمن الإجراءات اللي هيعلن عنها هو السماح بانه الألعاب الرياضية المختلفة يتم السماح بحضور جماهيري فيها بأعداد محددة بكل تأكيد. مفهوم، لكن إلى الآن ما حصلش أصلا مثل هذا الأمر. يعني المباراة الأخيرة للأهلي مع صن داونز في جنوب أفريقيا لما كانت في شهر مايو العام الماضي كانت بدون جمهور. تمام يا فندم. الملعب اللي هتستضيف المباراة، لكن لسه احنا مش فندم الملعب اللي هيستضيف المباراه تحدد طبعا بكل تاكيد. طبعا الملعب هو ملعب اف ان بي في جوهانسبرغ، وده من الملاعب الاستادات اللي هي كانت بتستخدم في كاس العالم اللي عقدت في جنوب افريقيا قبل كده. طبعا يا فندم انا بشكرك شكرا جزيلا، وكعادة طبعا الدبلوماسية المصرية التي لا تألو جهدا في راحة طبعا كل المصريين في كل بلدان العالم. بشكرك معالي السفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا. اذا اعداد الجماهير اللي هتحضر مباراة صن داونز والاهلي لم تحدد بعد، وزي معالي السفير ان من المتوقع ان رئيس جمهورية جنوب افريقيا بيخرج يعني على فترات زمنية بيشرح الحالة في البلاد بسبب جائحة كورونا اللي بتجتاح العالم كله، بيحدد ضوابط المعاناة سواء كانت تخفيف أو تشديد وفقا للموجة اللي موجودة انتهت أو بتبدأ. وبالتالي من المتوقع زي ما قال معالي السفير أن يكون في تخفيف وسماح بدخول الجماهير في مختلف الرياضات خلال الفترة القادمة في جنوب إفريقيا، لكن لم يحدد العدد بعد. لسه طبعا في جوهانسبرغ، وزي ما قال معالي السفير هو احد السادات الكبرى اللي كان بيقام عليها مباريات كاس العالم ان شاء الله، ومعالي السفير طمنا طبعا على البعثه. شكرا يا فندم. طيب النهارده مستر كارلس كروش اعلن استدعاء 9 لاعبين محترفين لمباراتي السنغال، وبعض الناس طلعت وقالت ان مستر كارلوس اعلن ده على صفحته الشخصيه وصفحه اتحاد الكوره. فين لعلمكم مستر كارلوس في تنسيق كامل بكل ما تعنيه الكلمه بين مستر كارلوس وما بين الاتحاد المصري لكره القدم، وموجود كابتن وائل جمعه طبعا مدير المنتخب اللي بيقوم بجهد كبير جدا خلال هذه الفتره والفترات الماضيه، والاستاذ جمال علام مختص بناحيه المنتخب وعلى اتصال دائم واجتماعات دائمه مع مستر كارلوس داخل مقر الاتحاد. بعتها مرة تانية، داخل مقر الاتحاد أكثر من اجتماع الأسبوع الماضي 3 أو 4 مرات
الكوتش زار الاتحاد المصري لكرة القدم جلسة منفردة مع الأستاذ جمال علام بصفته هو المشرف على منتخب مصر، جلسة ودية ما بينه وما بين أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، اتسمت بالحب الكبير وبالتعاون الكبير جدا ما بين مستر كارلوس وما بين أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، ودايما بيكون حضور الكابتن وائل جمعة المدير المنتخب القومي. النهاردة أيضا مستر كارلوس كان الاتحاد المصري بمناسبة يوم الشهيد موجود معانا رمز من الرموز سيادة اللواء محمد حلمي مشهور. طبعا سيادة اللواء محمد حلمي مشهور واحد من أبناء القوات المسلحة اللي خدم في القوات المسلحة، وهو أبو الشهيد إسلام حلمي مشهور. فإسلام طبعا واحد من شهداء مصر اللي ضحوا بنفسهم وبروحهم من شرطتنا الباسلة في معركة الواحات. ده الصور اللي موجودة. مستر كارلوس النهاردة كان موجود في تكريم الاتحاد المصري لسيادة اللواء حلمي مشهور باحتفاله بيوم الشهيد. الراجل النهاردة في لفتة طيبة لأنه داخل ومعاه وردة حمراء رمز ليوم الشهيد زي ما احنا شفنا، أهداها لسيادة اللواء محمد حلمي مشهور. ويعني هو لعلمكم بيكن حب شديد جدا لسيادة اللواء، بتجمعهم صداقة كبيرة جدا ما بين الاثنين زيه مع الأستاذ جمال علام، والعلاقة الحميمية ما بينه وما بين مجلس الإدارة. دخل وحضر وكان في إهداء مصحف شريف لسيادة اللواء، شارك في تقديم الهدية التذكارية، وقعد في حدود 10 دقائق مع المجلس يعني واحنا واقفين تبادل الحديث، وكانت يعني علاقة طيبة للغاية زي ما احنا شايفين في الصور المختلفة. كابتن بركات كان موجود، سيد وليد عطار كان موجود، دكتورة دينا طبعا موجودة، استاذ محمد ابو الوفا كان موجود، طبعا الرئيس استاذ جمال علام كان موجود. فدي كانت لفتة طيبة جدا، وجوده ووجود ايضا الكابتن وائل جمعة مدير المنتخب في الاحتفالية استاذ شعبان بصاوي، كانت يعني ايه لمسة طيبة جدا من مستر كروش وجوده النهارده عشان يعني يحيي ويقدر سيادة اللواء محمد حلمي مشهور، وقال كلمات يعني رائعه في وجود طبعا محمد تيت المترجم. يعني الراجل قال له يعني انا بحييك، انت ابو البطل ابو الشهيد، وطبعا احنا ده في منزله كبيره جدا كشهيد، وانا بقول لك يا سياده اللواء انت اخ ليا، وانت عارف مدى وعمق العلاقه اللي ما بينه وبينك. فكان يعني كلام من القلب للقلب، وادي الصور موجوده عشان البعض اللي يقول لك العلاقه ما بين مستر العلاقه طيبه للغايه زي ما بقول لحضراتكم. ومستمرار مستر كارلوس هو شغال، يعني ما عندوش وقت يقعد يضيعه، لكن لما بيكون في حاجه بيجي مقر الاتحاد بيقعد مع الاستاذ جمال علام باستمرار، والعلاقه على ما يرام ما بين الرئيس وما بين مستر كارلوس كاصدقاء، وما بينه وما بين سياده اللواء، والعلاقه ايضا الطيبه اللي بتجمعه ما بينه وما بين مجلس الاداره بالكامل. كل التحيه وكل التقدير سياده اللواء حلمي مشهور، وايضا استاذ جمال على هذه اللفته الطيبه ومجلس الاداره، وايضا مستر كارلوس كروش كابتن وائل جمعه كل التحيه وكل التقدير. طيب مستر كروش اعلن استدعاء 9 لاعبين محترفين لمباراتي السنغال. اللاعبين على الوجه التالي: كابتن محمد صلاح طبعا ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب بشاك الشهير التركي، محمد النني الارسنال، مصطفى محمد جلاطا سراي، عمر مرموش طبعا لاعب شتوتغارت الالماني، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، احمد ياسر ريال مهاجم التاي سبور التركي، احمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، وكريم حافظ لاعب بني ملتيا سبور. طبعا منتخب مصر عنده مباراتين مهمتين امام المنتخب السنغالي 25 و29، وزي ما بقول لحضراتكم هنقدر ان شاء الله، هنقدر بعزيمه الابطال وباصرار لاعبي منتخب مصر. اللاعبين عندهم اصرار غير عادي غير عادي، وفي تفاؤل. مستر كارلوس غرفه عمليات عاملها على طول، كابتن وائل جمعه باستمرار بنشوف الملاعب بنشوف الترتيبات، ومعاه طبعا كابتن محمد صلاح اداري المنتخب المدير الاداري، علي محمد علي الاداري، استاذ شعبان بسطاوي، خليه عمل كلها شغال. كابتن وائل واخد الناحيه الاداريه كمدير المنتخب، مستر كارلوس بجهازه ومعاهم بالكامل كابتن ضيا عصام الحضري المساعدين الاجانب، الناس عاملين غرفه عمليات بكل ما تعنيه الكلمه، وان شاء الله بعزيمه الابطال وبمسانده الجماهير المصريه اللي هيمتلئ بها استاد القاهره ان شاء الله باذن الله في يوم الكل هيتغنى فيه والكل هيرجع بيته مبسوط يغني باسم بلاده وبمنتخب بلاده ان شاء الله. طب تعالوا نشوف بقى كده جراف كده فيديو جراف عن المحترفين، كل واحد اللي السنه دي احرز كم هدف كم اسيست عمله، نشوف بالظبط اللي تم استدعائهم كل واحد عمل ايه السنه دي من خلال فريقه، ونرجع نكمل مع حضراتكم.
طبعا ده يعني شفنا كل لاعب من اللاعبين المحترفين، وطبعا ان شاء الله باذن الله باذن الله بقياده محمد صلاح وكتيبه المحترفين وكتيبه اللاعبين المحليين اللي ما يقولوش ابدا في المستوى عن المحترفين، هيقدروا ان شاء الله يسعدوا الشعب المصري كل الدعم وكل المسانده، كلنا كتف بكتف معاهم لغايه ان شاء الله ما نصعد لكاس العالم. الاهلي رسميا بالامس اعلن التجديد لموسيماني لعامين قادمين. موسيماني قدم مباراه بالامس امام بيراميدز، مباراه تقيله، في المباراه التقيله الراجل ده تتمتع بفكره بادائه ازاي غير طريقه لعبه من الشوط الاول للشوط الثاني وازاي يستغل كل فرصه، وبالتالي مدير فني كبير، مدير فني عارف يتعامل مع المصريين وعارف يصل زي مانويل جوزيه لنفوس ونفسيه المصريين، وبالتالي انجازات كبيره جدا حققها مع النادي الاهلي، وفي التجديد تم لمده عامين اثنين، وطبعا كده قفلنا الباب تماما امام الاجتهادات. طبعا بدون عمولات وفي شرط جزائي بقيمه 3 اشهر في عقد موسيماني الجديد. العقد راتب موسيماني الشهري هي 500,000 دولار، الشرط الجزائي 3 شهور من قيمه عقده. اتفق الاهلي وموسيماني على وضع بند في العقد يتيح اضافه سنه ثالثه للتعاقد بشرط موافقه الطرفين بعد انتهاء الموسمين المقررين في التعاقد. عقد موسيماني بدون اي عمولات عشان بس تبقى الصوره واضحه تمام. مباراه بيراميدز رغم فوز الاهلي بالثلاثه لكن في 3 اصابات، يعني 3 اهداف وثلاثه اصابات، لكنها اصابات يعني محتاجينهم الاهلي، محتاجكم والمنتخب كمان محتاجكم، فان شاء الله الامور تكون بسيطه وتعدي بسرعه. طبعا محمد هاني بيخضع لاشعه سونار من اجل اطمئنان على حالته بعد ما اشتكى من الام بسيطه في العضله الضمه. الفحص المبدئي قال يعني يطمن وهيجري اشعه سونار زي ما قلت عشان يقف على حالته بشكل دقيق قبل تحديد موعده من المشاركه في التدريبات. حمدي فتحي لاعب وسط الفريق هيخضع ايضا لفحص طبي للاطمئنان على حالته، هو اشتكى من الام بسيطه في العضله الخلفيه، ولما يكون عندك حاجه في العضله الخلفيه نقول ستوب قبل ما تتفاق. وطبعا ان شاء الله يعود حمدي فتحي، واحد من المهمين جدا لمنتخبنا وايضا للنادي الاهلي. كمان حسين الشحات هيخضع لفحص طبي، عنده الام في عضله السمانه، وان شاء الله يرجعوا بالسلامه لناديهم وايضا اللي مشارك معاهم في منتخب مصر. موسيماني بيضع قائمه بيراميدز لمواجهه سان داون وبيستدعي طاهر محمد طاهر، القائمه اللي هتكون موجوده يستدعي طاهر مش يستبعد، ركزوا معايا، يستدعي يا جماعه في الكنترول مش يستبعد. تمام. حراسه مرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، الدفاع محمد عبد المنعم رامي ربيعه ياسر ابراهيم ايمن اشرف محمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد، في خط الوسط الو ديانج حمدي فتحي عمرو السوليه محمد محمود احمد عبد القادر محمد مجدي قفشه حسين الشحات طاهر محمد طاهر ولويس مكسيون. الهجوم برستاو محمد شريف وحسام حسن، طبعا ابرز المستبعدين وليد سليمان ومحمود متولي. قلنا لحضراتكم طبعا الكابتن الخطيب اجرى اتصال بمعالي السفير زي ما انا سالته واطمن على اخبار البعثه، واحنا كمان اطمئنينا عليها من خلال اتصالنا بمعالي السفير. طيب معايا على التليفون ارجع مره ثانيه ليوم الشهيد سياده اللواء محمد حلمي مشهور، زي ما قلت لحضراتكم هو رمز من الرموز، ابن من ابناء القوات المسلحه اللي خدم وبذل كل ما لديه من جهد ومن عرق من اجل رفع علم مصر في كل وقت وفي كل حين. هم دول ابناء قواتنا المسلحه اللي بيضحوا بانفسهم وبيضحوا باغلى يمتلكون. عشان كده يعني ربنا اختار سياده اللواء محمد حلمي مشهور في اختبار، هو اختبار صعب ولكنه بكل المقاييس له أن يفتخر وله أن تظل قامته مرفوعة ويفتخر بأنه أبو الشهيد إسلام محمد حلمي مشهور. وطبعا الضابط إسلام محمد حلمي مشهور كلنا عارفين قصته وعارفين إزاي استقبل رصاص العدو الغادر الخائن بصدره، والقصة الشهيرة إن سيادة اللواء يوميها قال أشوفه الأول، ولما لقاه استقبل الرصاص بصدره فرح وقال عرفت ان ابني مش جبان. عمر ما واحد من ولادنا في القوات المسلحة ولا في شرطتنا يكون جبان ابدا. فكل التحية وكل التقدير لكل الشهداء، وكل التحية وكل التقدير للأب والأخ الكبير سيادة اللواء محمد حلمي مشهور. سيادة اللواء مساء الخير واهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. مساء الخير يا دكتور إيهاب وكل سنة وانت طيب وشعب مصر كله بخير ويعني
ده يوم يوم فرح ويوم سعاده ان انا انول شرف ان انا اكون ابو شهيد. يعني مصر عظيمه علينا وولادها لما بيضحوا بحياتهم عشان خاطر مصر ده شرف ليا وشرف له. وعظمه مصر دي كلها في شبابها اللي بيضحي. ومش مشكله ان هم اللي يستشهد ويضحي بحياته، لكن عظمه مصر في الشباب بتاعها اللي بيكافح، حتى الرياضيين اللي بيرفعوا علم مصر واللي بيضحوا والعامل في مصنعه والطالب في جامعته ومدرسته لما بيكافح ده دي هي مصر. مصر كل حاجه بتتبنى فيها وكل انجاز بيتم فيها بحس ان ابني شريك فيه. اكيد الولاد دول ضحوا بحياتهم وشبابهم وحبهم لمصر يفوق الوصف والخيال. نعم، يعني كلمات حضرتك الواحد بيقف امامها عاجز عن الحديث، لكن زي ما قلت حضرتك كلما تقدمت مصر خطوة إلى الأمام وكلما ارتفع اسم مصر في السماء بكل تأكيد كل شهيد هو مشارك في كل إنجاز، مشارك في كل خطوة في طريق التنمية، مشارك في كل لحظة يرتفع فيها علم مصر، لأنه لولا هؤلاء الأبطال ما كانت مصر، ولكن بهم ظلت وستظل مصر خالدة يا سيادة اللواء. طبعا إن شاء الله. وفي المناسبة دي لازم أقول أحيي كل أم مصرية نعم قدمت ابنها عن طيب خاطر الأم العظيمة والزوجة العظيمة اللي ضحت بزوجها والأولاد اللي فقدوا أبائهم. نعم، كل دول بنقدم لهم التحية وكل أمهات مصر عظيمات مصر بنقدم لهم الشكر والتقدير. وبمناسبة النهاردة يعني اليوم العالمي للمرأة المصرية، فكل تحية لكل سيدات مصر العظيمات. يا رب بكل تأكيد. خليني بقى يعني معلش لازم أطلع بقى يعني إيه نخفف الدنيا شوية، قول لي علاقتك بمستر كارلوس كوراش، إيه اللي أنتوا يعني الراجل يعني عاشق لسيادة اللواء حلمي المشهور والعلاقة الحب والمحبة، والنهاردة يجي بالوردة الحمراء يفاجئك كده بالدخول وبهديك الوردة الحمراء والعناق. أنا يعني بكل تأكيد دي الروح الجميلة اللي موجودة ما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وما بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرتك موجود وسيادة الأستاذ جمال علام موجود أيضا. في الحقيقة دكتور إيهاب الحب اللي بدأ من الأول في حب مجلس الإدارة، مجلس الإدارة اللي أنا بتشرف إن بنتمي ليه، رجال كلهم حب وإخلاص وبيأدوا لرفعة الكرة المصرية بكل تجرد. وكان ليا الشرف ان انا زميلت الاستاذ جمال علام في الكاميرون، ولكن هو كان اصيب بكورونا وانا كملت المسيره. الراجل كارلوس كروش مدرب على ارقى مستوى. انا مع حضرتك، راجل بيعمل فوق ال 18 ساعه لا يترك كبيره ولا صغيره، وعلاقته طيبه جدا بمجلس الاداره كله بالكامل. ان احنا لما اول لقاء لنا فاكره تقابلنا، اول عمل لنا تقابلنا معاه في استاد القاهره قبل السفر بعد الانتخابات مباشره، وانت كنت شايف العلاقه الود اللي كانت موجوده في المجلس. نعم، هو الراجل مشكلته ليست مع الاتحاد المصري، مشكلته ان هو بيحب يشتغل، يعني عشرته 32 يوم بيحب يشتغل في هدوء، بيحب يبقى قافل عسكري، بيحب نسبة التركيز بتاعته قد تصل نعم فوق 100%. أنا مع حضرتك. هو راجل جميل، راجل وعلاقته طيبة في الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة. الله يكون في ربنا معانا إن شاء الله، نصعد كلنا ونفرح حب مصر كله في الصعود لكأس العالم إن شاء الله. إن شاء الله. يعني مرة تانية بشكر حضرتك على هذه المداخلة، ومرة تانية كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وكل شهدائنا
يعني في جنة عرضها السماوات والأرض، كل سنة وكل أم مصرية وكل زوجة مصرية وكل ابن وكل بنت ضحت وفقدت طبعا ابنها أو فقدت زوجها أو فقدت والدها، أو فكل التحية وكل التقدير لهؤلاء جميعا، وتحيا مصر يا سيادة الأول. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا. النهاردة أيضا نادي بايونيرز شيكو سابقا على أندية الداخلية في القسم الثاني، عندهم مباراة بكرة أمام فريق ديكيرنس، فجأة وبدون مقدمات طبعا لكل أجل كتاب توفى وانتقل إلى رحمة الله أحد لاعبي الفريق كابتن أحمد فتحي صاحب 26 سنة. كابتن سيد مرعي مدير الكرة بنادي بايونيرز، يعني برحب بحضرتك والبقاء دوام الله يا كابتن سيد. البقاء لله كابتن محمد، البقاء لله. البقاء لله. قول لي ايه اللي حصل؟ ايه الاحداث؟ يعني انا فوجئت بتليفون الكابتن محمد عبد الله عشان تاجيل اللقاء، ايه قال لي ده حصل كذا، فكانت صدمه كبيره جدا لكل المتابعين، واحد من اصحاب الاخلاق ومن الناس كلها بتشهد له بحسن الخلق، فيعني طبعا ما نعزهوش على اللي خلقه، ولكن كانت صدمه للجميع يا كابتن سيد النهارده. اولا انا بعزي لعيبه مصر كلها، بعزي اهله، بعزي المسؤولين في النادي عندنا ومجلس الإدارة، بعزي كل الناس، يعني أدب وأخلاق واحترام ولعب وكورة، وكان حلم حياته يلعب دوري ممتاز، وكان دايما يقول لي، كان هو عامل غضروف الفترة اللي فاتت كمان، فكان دايما لنا نفسي ألعب دوري ممتاز، وهو يستحق كان يلعب دوري ممتاز. فوجئت النهاردة أن كان عندنا التمرين الخفيفة وكده، فهو ما كانش أصلا مع الفرقة لأنه بقى له فترة بيعمل تأهيل وكده، فهو دخل يتوضأ عشان يصلي، جات له قضاء الله عز وجل، الحمد لله. يعني الحمد لله لعيب في كل المواصفات اللي يتمناها أي مدرب، لعيب كان جاي له عروض من إنبي وكان في بيراميدز، كابتن حلمي طولان كان من الناس اللي عينوا عليها، لعيب كنت بجهزه ضمن المجموعة الصغيرة كلها، اللي زميله اللي جنبه اتباع لفيوتشر وزميله اتباع لسموحة، كان الدور جاي عليه وكان فرحان، وكان هو خاطب لسه، يعني بقى الحمد لله على كل شيء، يعني تغمدوا بصر رحمته بكل تأكيد. لكن برضو يعني كلنا لازم نقف مع أسرته، أنتم كنادي اتحاد الكرة برضو هيكون لوقفة معاه بكل تأكيد، فلازم كلنا نساعد في مثل هذه الأزمات والكوارث، وربنا يتغمدوا يا كابتن سيد بواسطة رحمته إن شاء الله. الله يكرمك. أنا ليا طلب عند حضرتك، فضل يعني فضل فن. ده طلب شخصي وطلب من زمايله، و انا يعني الولاد بيتفنون النهارده، فالولاد يعني حتى كابتن محمد عبد الله انت اجازه بكره، لان الحاله مش طبيعيه، لان السن كله قريب من بعضه وكلهم صغيرين. انا بطالب المباراه تتاجل مش يومين، يعني مش هيقدروا يومين، يعني انا طالب المباراه تتاجل الاسبوع الجاي بس، يعني بدل ما يبقى الحد او الاثنين اللي جاي خليها الاثنين اللي بعده. ده طلب شخصي من اب من اخ اكبر. لا لا اكيد يا كابتن سيد، وهنكلم الكابتن عامر طبعا المسؤول وكابتن خالد كامل، وان شاء الله حاج عامر حسين، وان شاء الله باذن الله يعني في حاجه زي ديت الناس عمرها ما هتتاخر يا كابتن سيد بكل تاكيد. ربنا يخليك يا كابتن ابو، الشرف ليا ان انا البقاء والدوام لله يا كابتن سيد، اخونا العزيز خليك. اخونا العزيز يا كابتن سيد، البقاء والدوام لله. يعني زي ما قلت لكم في الكوارث دي لازم يبقى في تكاتف، و زي ما قلت لكم كان في اقتراح من الحاج محمد ابو لوفا في مجلس اداره الاتحاد المصري ان يبقى في اللاعب او النادي اللي عنده اصابه ومش قادر يعمل عمليه وبتاع يتكفلها الاتحاد المصري لكره القدم، وفي الطريق للخطوه دي لان الانديه بتئن. اللاعب احمد السعداني في بلديه المحله وقصته كانت موجوده، كان بيلعب في البلديه وكان موجود في منتخب كابتن ربيع ياسين، وجات له جلطه بقالها فترات كبيره وتعالج، لكن بيحتاج جلسات علاج طبيعي. عشان نكون واضحين برضو، انا تواصلت بالامس مع الصديق العزيز المحاسب مصطفى الشامي رئيس مجلس اداره نادي بلديه المحل، واتفقنا على ان اي جلسات علاج طبيعي محتاجها اللاعب هتتعمل له من الالف الى الياء على حساب نادي بلديه المحله بالاشتراك مع الاتحاد المصري لكره القدم. ما عندناش مانع لا البلديه ولا الاتحاد، المكان اللي انت عاوز تعمل فيه جلساتك. مصطفى الشامي قال لي يتفضل مشكورا اقامه كامله في نادي البلديه والطبيب يوميا يعملوا جلسات العلاج الطبيعي مع صرف الوجبات الثلاثه له يوميا في النادي مع الفريق. واحنا قلت له والاتحاد هيتحمل معاك برضه نفقات العلاج، قال قلت له لا احنا معاك.
فيعني عشان بس الرساله تصل لاحمد السعداني، الاتحاد المصري ومعاه نادي البلديه مستعدين لاجراء كل جلسات العلاج الطبيعي، ولو محتاج تدخل جراحي هنعمله، محتاج مستشفى، اللي انت محتاجه طبيا احنا هنكون معاك ان شاء الله، وهيصرف نادي البلديه وهيصرف الاتحاد المصري لكره القدم. النهارده تعادل غزل محله فيوتشر سلبيا في الدوري، والغزل وصل للنقطه 13 وفيوتشر للنقطه 16. المباراه كانت صعبه بين فريقين كبيرين، الغزل مع عبد الحميد بسيوني وفيوتشر مع الكابتن علي ماهر، وهتكلم بالتفصيل مع الكابتن شريف الخشاب في كل هذه الامور. النهارده طلائع الجيش ايضا يعني فوز مهم جدا للطلائع، هزم المصري بهدف مقابل لا شيء، وطبعا ده طبعا حرك الدنيا في الجدول بالنسبه لفريق طلائع الجيش مع الكابتن طارق العشري، فوز مهم جدا 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 لنادي الطلائع اللي وصل نقطه 13 في المركز ده 14، والمصري في اللي عنده 16 نقطه. بعثة الوداد بتصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة، وصلت بسلامة الله على متن طائرة خاصة بعثة الوداد المغربي مقابلة نادي الزمالك، وإن شاء الله بإذن الله الزمالك بنجومه قادر على حسم اللقاء وقادر على الفوز على بيترو أتلتيكو في أنجولا وعلى ساجرادا هنا في القاهرة. هي مش هي معجزة؟ لا، لأن الزمالك مش معجزة. لازم كل واحد بيلعب في الزمالك يعرف إن هو نجم، إن هو بيلعب باسم نادي الزمالك. الزمالك حطها ما بين قوسين، الفن والهندسه. لازم وانت واقف بتلعب انت عارف قيمتك وعارف قيمه النادي اللي حضرتك موجود فيه، وان شاء الله تحقق ده حتى وان كان خابت الظنون فيما سبق من مباريات، نعدل ده ونفوز في المباريات القادمة. مين يا جماعه؟ طيب معايا الاستاذ سمير متوكل الصحفي المغربي المتواجد مع بعثه الوداد هنا في القاهره. استاذ سمير اهلا بحضرتك، منور بلدك الثاني مصر. شكرا لك، اهلا بك واهلا بالشعب المصري الشقيق. كل التحيه وكل التقدير، يعني الحمد لله على السلامه وصول بعثه نادي الوداد في بلدها، وطبعا كلنا بنرحب بكل الاشقاء العرب هنا في القاهره. هي مباراه في كره القدم، انا كمصري بتمنى طبعا الزمالك يفوز، حضرتك كمغربي بتتمنى الوداد يفوز، لكن أكيد. في النهايه عمق العلاقات الطيبه اللي بتجمعنا بالاشقاء في الشمال الافريقي وخصوصا المغرب الشقيق. طمنا على اخبار بعثه نادي الوداد. اكيد كما شخصي استاذ، بعثه الوداد الرياضي وصلت اليوم الى مطار القاهره الدولي يعني على الساعه 4:10. اكيد ان الاجواء كانت كل الظروف يعني قاموا بها المسؤولون ديال فريق الوداد الرياضي من اجل الوصول بعثه الوداد، يعني كما نقول كما نقول بخير وعلى الف خير. فريق الوداد الرياضي يعني بعد ما وصل الفندق يعني مباشره راح خاد اول حصه تدريبيه من اجل ازاله العلاج. تمام. هل توجد غيابات في صفوف الوداد ولا الفريق مكتمل؟ بالنسبه للغيابات فهناك غياب واحد والسبب ديالو هو الاصابه ديال اللاعب الكوليفواري كومارا. باستثناء اللاعب فكل العناصر فهي بصحه جيده. كيف ترى الموقف في هذه المجموعه الوداد بيترو اتلتيكو ثم الوداد وبعد ذلك الزمالك وسجرادا؟ هل من وجهة نظرك الجدول سيستمر بنفس الوتيرة أم ربما تحدث مفاجآت من نادي الزمالك من خلال اللقاءات الثلاثة المتبقية؟ شوف، أنا كمغربي أكيد حاضري أن الوداد يعني تفوز بهذه المقابلة. أكيد أنتم كمصريين تشجعوا الزمالك، لكن أنا أقول لك كلمة بالنسبة للزمالك فهي مباراة للعمر. يعني الفوز يعني لها شيء كثير، يعني الزمالك هي اللي تبحث عن الفوز، يعني فريق الوداد الرياضي يحاول انه ما يخليش الوداد انها تفوز بالنقاط الثلاثه الكامله عشان يقوي كذلك حظوظه من اجل الذهاب بعيدا والتاهل للدور القادم. عموما يعني كل المنيات الطيبه بكره قدم حقيقيه، ومره ثانيه برحب بحضرتك وبكل اشقائنا من المغرب الشقيق وبعثه نادي الوداد في بلدهم الثاني مصر، وبالتوفيق ان شاء الله طبعا في الخروج في المباراه بصوره تليق ببلدين كبيرين مصر والمغرب. اشكرك شكرا جزيلا. طبعا مستر فريرا قال لاعب الزمالك لا اعرف الوداد وعليكم حل مشاكلكم، ان شاء الله مفيش مشاكل وان شاء الله قادرين على حسم الموقعه بكل تاكيد. مسحه طبيه للزمالك استعدادا للوداد، ومؤتمر صحفي هيكون لمستر فريرا يوم الخميس بكره ان شاء الله. ومستر فريرا منح شيكابالا راحه من المران، وعبد الله جمعه
أعلن جاهزيته للوداد، كمان رصد نادي الزمالك مكافأة خاصة للاعبين حالة الفوز على الوداد، إن شاء الله هتصل إلى اللاعبين بعد الفوز، 5000 مشجع لمباراة الزمالك والوداد المغربي. كابتن أيمن طاهر أيضا لحراس الزمالك أبو جبل الحارس الأول ولانية للتدوير، بالتوفيق إن شاء الله. وكمان الزمالك بيحيل ملف بن شرقي إلى فيريرا، وزي ما قلت لكم قادر الزمالك على حسم هذا الملف وكل التجديدات. كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لكرة تنس الطاولة أو لتنس الطاولة، ماذا حدث في المشكلة التي كانت قائمة بين مجلس الإدارة بعد جلسة معالي الوزير دكتور أشرف صبحي مع الاتحاد بالأمس؟ وهقول لكم كل الكواليس، هيكون معايا بعد الفاصل. هي مع اطلاق لعبه جديده بدل تنس من الرياضات اللي بتنتشر بشكل سريع جدا، ونتنبأ لها الفترات القادمه خلال الثلاث سنوات القادمه هيكون ليها شأن كبير جدا، يعني زيها بتتشابه ما بين الاسكواش والتنس الارضي، فان شاء الله يكون مصر يعني سباقه وعندها ليدنج لهذا النشاط. احنا موجودين بندعم المنظمين من القطاع الخاص لتنشيط الايفنت في مصر، وده نهجنا، وكمان بنكون موجودين مع القطاع الخاص لتطوير المنشآت والأندية الرياضية والبطولات كمان الكبيرة. إن شاء الله يكون في أجندة رسمية للعبة، وأيضا يعني سيادة الزام بيوجه إنه يكون في لكل نشاط أو لعبة يكون بطولة باسم مصر. إن شاء الله بنأسس هذا الموضوع بداية من يعني البادل والرياضات المختلفة، نعمل في الفروسية، نعمل في التنس، نعمل في كل الرياضات القادمة يكون في طولة يعني as event يعني an event للرياضات. النهاردة طبعا اللونش ده مهم جدا وشكل كبير لبداية وانطلاقة أخرى إن شاء الله. هي لعبة البادل هي لعبة مضرب، لعبة يمكن واخدة مزيج من بعض الألعاب المضرب المختلفة، لعبة يمكن الناس كلها فاكرة إن هي لعبة جديدة جدا، ولكن الاتحاد الدولي للبادل اتأسس سنة 1991، يعني اللعبة دي موجودة بصورة رسمية في بلاد من أكتر من 30 سنة. مصر شهدت يمكن الفترة الأخيرة دي انطلاق الرياضة دي بصورة قوية جدا، شايفين انتشارها انتشار عالي جدا، الشعب المصري يعني استقبل الرياضة دي بصورة جيدة جدا، وانا زي ما قلت لك يعني او زي ما قلت قبل كده هي رياضه حلاوتها ان اي حد ممكن يستمتع بيها، مش محتاج تكون محترف باي صوره من الصور، من اول يوم ممكن تستمتع بيها، وهي بتصلح لكل المستويات. احنا سعداء لان احنا انا بالنسبه لي دي استمرار قصة نجاح ابتديناها مع أوراسكوم للتنمية من 12 سنة ووزارة الشباب والرياضة في بطولة الجون السكوش اللي هي دلوقتي واحدة بقت علم من علامات البطولات السكوش على مستوى العالم، الناس بتجيلها من كل حتة، بتتذاع في 80 محطة على مستوى العالم. فالسنة دي احنا بنحاول نعمل التجربة دي في البادل، اللي احنا شايفين رياضة البادل تنس بقى ليها اهتمام كبير جدا من الشعب المصري، الناس حباها بشكل كبير، الاتحاد الدولي بيتكبر فيها، الدول العالم كلها ابتدت تهتم بيها، فعايزين نعمل قصه نجاح دي نفيد بلدنا عن طريق الايفنتس او البطولات الدوليه اللي بتجيب قنوات محليه وعالميه تذيع، وان احنا نعمل قاعده كبيره للعيبه بادل في مصر. اهلا بحضراتكم. الجزء الاول من لقاءاتنا النهارده يخص تنس الطاوله. من فتره يعني في حدود اسبوع ماضي كان معايا اثنين محترمين من اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله، وكانت هناك خلافات اصفها بانها كانت عاصفه بين رئيس مجلس اداره الاتحاد كابتن معتز عاشور، وهو صديق عزيز اعتز بصداقته لسنوات عديده، وما بين مجلس الإدارة، لأن في الانتخابات فاز
الكابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد، وكان قدامه أستاذ محمد نور شخصية محترمة، لكن القايمة بتاعت أستاذ معتز ما فازتش في الانتخابات، فازت القايمة التانية، فبقى رئيس قدام قايمة تانية، وبالتالي حصلت بعض الخلافات. اضطرت أو نظير هذه الخلافات أغلقت أبواب الاتحاد المصري لتنس الطاولة وحصل الكابتن معتز فيها. لكن اللي أسعدني لما فخامة الرئيس قال إن الرياضة قضية أمن قومي، عندنا أيضا كبير بيدير الرياضة في مصر الدكتور أشرف صبحي. وأنا شغال بالأمس في أول فاصل أو في آخر فاصل لقيت اتصال من مكتب معالي الوزير، وقال معالي الوزير عاوز يكلم دكتور أشرف. مساء الخير. قال لي إيهاب، أنا على لساني موجود معايا أعضاء مجلس إدارة اتحاد مصر لتنس الطاولة ومعايا كابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد، الأمور خلاص أصبحت على ما يرام، ليست هناك الآن أي خلافات، هدفنا جميعا أنا كوزير للشباب والرياضة وهم أيضا كاتحاد لتنس الطاولة النهوض باللعبة، حصد الميداليات في المعتركات الخارجية وفي المحافل الدولية، خصوصا بعد ما حققنا المركز الخامس في الأولمبياد الأخيرة عن طريق عمر عصر. فبالتالي كان رد معالي الوزير أثلق صدري وضحك وقال على لساني وبكرة معاك أنا عارف كابتن معتز، اتكلموا بأريحية ولكن الحمد لله الأمور انتهت. فأنا بشكر معالي الوزير صديقي العزيز دكتور أشرف صبحي، زي ما بقول لحضراتكم هو كبير الرياضة في مصر ووزير للشباب والرياضة في كل الاتحادات، لو شاف أي خلاف على طول بيسعى لوقد هذا الخلاف من بدايته. فكل التحية وكل التقدير لمعالي الوزير. خلوني بقى أرحب بضيفي وضيفكم كابتن معتز عاشور، مساء الفل ومنور الدنيا. مساء الخير وشكرا دكتور طبعا على سعيك طبعا أكيد لحتة زي ما بتقول في أزمة أو كده، لكن أنا برضو بقول زي ما معالي الوزير قال إن هي يعني ما إحنا هي مش أزمة قوي، لكن هي فيها سوء تفاهم، فيها لبس في حاجات، فيها اختلافات عادية ممكن تحصل، وبرضو بتتلم في النهاية، لازم بتتلم عشان زي ما بنقول الأمور تمشي والدنيا تمشي ومفيش حاجة بتقف، وإن شاء الله هيبقى خير. ويمكن بحضرتك لما نوهت دلوقتي وقلت إن معالي الوزير كان حاضر، وفعلا معالي الوزير هو طبعا كبير الرياضة المصرية وأنا الرياضية. وطبعا وأنا بعتز جدا بيه وبعتز تماما بآرائه وبمقترحاته، وهو طبعا لما بيدخل في حاجة وبيتكلم طبعا جدا ومثقفة جدا وفعلا حاجات كتير قوي، ثقافة حضور طبعًا صدقات طبعًا مع الوسط كله بصراحة جدا. وهو فعلا أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني هو أنا بعتز بصداقتي طبعا جدا مع الدكتور أشرف مع معالي الوزير قبل ما يكون طبعًا وزير طبعًا طبعًا لم يتغير قبل ما يكون بعد الوزارة شخصية محترمة بكل ما تعنيه الكلمة. بس في حاجة بقى عنده كويسة قوي طبعا، ان هو صديق حميم جدا ليا وانا بعتز جدا بيه من فترة طويلة، ولكن ساعة الشغل بنفصل تماما، كل واحد بياخد حق كل واحد. الله ينور على حضرتك فعلا، دي حاجة كده. الجميل في القعدة ان هو استدعى طبعا المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وكان موجود برضو، فكنت بتحس ان في اقطاب الرياضه المصريه يعني قاعده زي دي. طبعا رئيس اللجنه الاولمبيه مهندس هشام، طبعا المهندس هشام برضه خبره كبيره في لوحده هو كمان صراحه، فهم الاثنين طبعا حاجه كبيره لما بيبقوا قاعدين ما اعتقدش ان لازم يبقى في لا خلاص ده لو بينا ايه يعني ده قعده العرب زي ما قعده تعرف صح. انا عامل الترابيزه دلوقتي فكرت تنس طاوله انا بلعب تنس طاوله كويس اكيد طبعا، وبعدين انت معاك السيد ابراهيم الدسوقي وانا من عند سيد احمد البدو، فالقطبين الكبيرين بنلتقي مع بعض طبعا. نبدا منين؟ انا برضو عاوز يعني حضرتك تجاوبني على ما اثير. خلاص الخلاف انتهى، لكن انتهى تماما، عشان نبين للراي العام ان الامور كانت فيها ايه. تمام. خلينا الاول، انتخابات كانت صعبه الاخيره يعني اكيد طبعا، انتخابات كانت قويه ومنافسه جميله وانا بعتبرها برضو مباراه يعني اكيد. المباراة بتنتهي خلاص، انت بتقول للفائز مبروك وبتقول للخاسر او اللي ما وفقش طبعا هارلك. ويمكن انا بعد الانتخابات بيومين بالظبط كلمت الاستاذ محمد نور في التليفون وقلت له جميل، انا محتاج لك تبقى معايا ونبقى مع بعض، وهو وعدني ان واحد اتصل بيا بعد كده ونتقابل، بس لسه طبعا ان شاء الله يحصل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، لان برضو احنا كلنا واحد وكلنا اسره واحده. ليه اول اجتماع للمجلس الجديد اتاخر 17 يوم وتم انعقاده في 1 فبراير؟ ليه اتاخرتوا ده كله؟ كويس
يمكن حضرتك هو مش شرط ان انت اول ما بتخلص الاجتماع بتعمل انتخاب تاني يوم او تالت يوم او كده، بس ما يكونش عندك حاجه طالعه حلوه قوي. ولكن زي انت ما قلت حضرتك في البدايه، قلت ان في رئيس نجح هنا وقايمه تانية نجحت هنا. فانا يمكن من سنه 92 وانا في الاتحاد المصري للاقتصاد، ثلاث دورات عضو، دوره نائب رئيس، دوره رئيس، الدوره الثانيه رئيس، يعني عندي بما يكفي كويس من الخبره الحمد لله، اللي هي ممكن تخليني ابقى فعلا ايه اتكيس في القرارات، اوزنها شويه. فانا حسيت ان المجموعه اللي داخله كلهم الستة اول مره يدخلوا مجلس اداره الاتحاد بيبقى عندهم حماس، وعندهم حماس الشباب الحمد لله، وعندهم طبعا عايزين يعملوا حاجه طبعا وكل حاجه. بس حبيت ازيل حته ان احنا كنا قايمتين، احنا بقينا دلوقتي قايمه واحده. فانا قلت ان انا اقعد معاهم الاول فعلا، وقعدت معاهم فعلا جلسات فرديه، ويمكن من ضمن الجلسات الفرديه كنت مع الاستاذ احمد رضا والاستاذ اشرف عاشور والاستاذ محمود لاشين. قعدت معاهم كل واحد لوحده، ويمكن حضر بعض الجلسات دي المهندس خالد الصالحي اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي وعضو مجلس اداره معانا في الاتحاد المصري. وانا قلت لهم ان احنا كنا فريقين، النهارده اصبحنا فريق واحد، بنعمل لهدف واحد، بنعمل لمصلحه التنس الطاوله، وان شاء الله يكون الخير جاي. وانا بترجاكم ان احنا نشتغل من خلالنا كمجلس اداره، واحنا اللي نملي نفسنا بقراراتنا وبكل حاجه. والناس كانوا مرحبين بالكلام ده، وقلت لهم واتفقنا مع بعض فعلا ان احنا لما ندخل اول جلسه يا ريت ما تبقاش فيها المشادات، او احنا عايزين اول جلسه بنوري الراي العام بتاع تنس الطاوله، ان شاء الله الناس ديت هنستبشر بيها خير، وهيبقى في ويبقى في تعاون لمصلحه اللعبه. فانا بصراحه لما دخلت لقيتهم هم دخلوا في الحته الاولانيه اللي هي ايه التغيير للتغيير دي. فطب بلاش الجلسه دي بقى التغيير للتغيير، خلينا بالاول نهدى ونشوف، انما ما ينفعش ان فهم قالوا لا خلاص احنا نعمل ايه بالتصويت. انا حسيت ان الامور حته التصويت وكده وبتاع مش هتمشي باللي احنا ان احنا عايزين نمشي فيه بالسلاسه او كده. فانا قلت ايه بقى، قلت لهم يا جماعه اللي انا شايفه كده ان انتوا داخلين بطريقه يعني فيها حم وشويه في الاداره. الاداره مش بتبقى لسه مش لازم نغير، لا احنا نشوف الايه الحاجات الكويسه اللي موجوده نكمل بيها، السلبيات والايجابيات الحلوه خليها، والسلبيات اللي بنبعتها. فلقيت ان الامور ايه مش هتبقى يعني ايه مش هتبقى مظبوطه في البدايه، ان انت بتدخل بتنسف كل حاجه موجوده في سواء في الاجهزه الفنيه، سواء في الاجهزه الاداريه، كمدير مالي. بس ياما اننا حققت نتائج طيبه في الاولمبياد عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت فده شيء ايجابي. يبقى معنى كده ان انا عندي اجهزه فنيه محترمه ابني عليها اشتغل عليها. نتائج حضرتك عمرها ما حصلت في تاريخ تنس الطاوله المصريه. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك ان احنا اخر بطوله افريقيا واخدين 6 ذهب من 7. احنا كل طول عمرنا بنتقاسم نيجيريا، طول عمرها نيجيريا واخدين 5 اولمبياد. في بطوله الالعاب الافريقيه خدنا العلامه الكامله، ونيجيريا في وجود نيجيريا وبقوتها الضربه، وخدنا العلامه الكامله ورحنا طوكيو بكل مصر هم اللي سواء في الرجال او في السيدات. فاحنا عاملين الحمد لله نتائج كل الناس بتشهد بيها. فاحنا كنا بنتكلم في نقطه ان احنا يا جماعه لو في حد كويس زي المدير المالي، زي المدير التنفيذي، زي ليه ما نبقاش على الناس دي؟ وحتى لو احنا عايزين نغير مش من اول جلسه، نشوف الاول. وبعدين مثلا مدير التنفيذي احنا بنعمل اسماء والناس بتقدم سيفيهات في اي مكان بيبقى كده، واخد بال حضرتك؟ في اتحاد الكوره خدنا فتره عشان شفنا الهيكل الوظيفي وايه اللي موجود واللي مش موجود ومين اللي يكمل ومين اللي ما يكملش. ده المفروض خدنا فتره لغايه ما طلعنا قرارات. انا انا بقول لحضرتك هم كلهم طبعا لعبوا تنس طاوله ومحترمين وعايزين يعملوا حاجه، بس هم يمكن بيبصوا لنا ان هم عايزين يعملوا هم بقى اللي يعملوا، ما يبقاش ايه اللي قبليهم عملوا وهم جايين يكملوا. يعني ممكن تكون دي وجهه نظرهم. لكن برضو لازم نستفيد من بعض، يعني انا بستفيد منهم من خبراتهم اللي هي كشباب ومثقفين وتعليم وحاجات جديده. وهم برضو بيستفيدوا من خبرتك الطويله في الاداره،
في الإدارة، وخاصة إن إحنا معانا اتنين جامدين قوي في المجلس، نائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتور علاء مشرف. اسم كبير طول عمره. ومعانا المهندس خالد الصالحي عضو الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة الاتحاد الأفريقي. وهما الاتنين معانا في المجلس، يعني هما الاتنين بصفاتهم الدولية. بصفاتهم الدولية ولهم كل حقوق العضو، يعني لهم كل حقوق من ناحية التصويت، من ناحية الحضور للغاية، يعني أعضاء عادي. فلو في بقى توائم كويس، الخبرة، استغل وجود رئيس الاتحاد الافريقي والدكتور علاء في الاتحاد الدولي، انهض اكيد هنعمل حاجات كويسة. هل كابتن ماجد عاشور كان سبب الخلاف؟ طبعا اكيد لا. ده هو مش سبب. احنا لما نيجي كمان نتكلم نقول الجهاز الفني، يعني احنا ما بنقولش الكابتن ماجد عاشور او بنقول الكابتن اشرف حلمي. بالعكس، انا ما اقدرش ادافع عن الكابتن ماجد عاشور. انا ادافع عن الكابتن اشرف حلمي. دكتور علاء مشرف لما دخل ما دافعش عن كابتن اشرف حلمي، جزء اللي هو جزء على كابتن عاشور، لكن دافع عن ماجد عاشور وقال ازاي انتوا تسيبوا واحد زي ده اقامه، وخاصه ان انتوا لسه مش جايبين بديل حتى مكانه، يعني او مكانهم. احنا لما بتدخل زي ما انا قلت، انت المفروض لما بتجيب حد يا بتحضر حد يكون موجود، يا بتجيب اتنين بيبقوا معاهم بيساعدوا. انا في حته كمان، يعني خبراتهم وكده، يعني احيانا القانون بيبقى فيه عوار او اللوائح بتبقى فيه عوار. اكيد طبعا. هو لو الكابتن ماجد عاشور والكابتن اشرف تمام ماشيين صح وعاملين طفره، اظلمهم عشان ده اخوك او عشان جوز بنت الدكتور علاء باي حق؟ يعني 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 ولا تزر وزرته، انا اسف لفظ وزر اخرى بعدين. مش كونك موجود في المجلس او الدكتور علاء موجود في المجلس احلم مصر من كفاءه زي الكابتن ماجد او الكابتن اشرف. ده اللي لازم يتغير. يعني لازم يقول لك بقى الدرجه الرابعه، انا رايي تبقى مثلا في الايه، في المناقصات، في الحاجات التجاريه، في الحاجات التجاريه والحاجات دي صح. بس اللي فاهم، امال حاجات فنيه صح دي ما فيهاش. لو تتذكر حضرتك، كان الاستاذ ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره، وكان الكابتن حسن مجاهد اخوه، هو المدير الفني، وصل بالمنصوره الدوري الممتاز وحقق النتائج يعني عظيمه جدا لنادي المنصوره، واحد من الاساطير الموجودين. وبعدين انا يوميها في جواب حتى حضرتك قريته على الشاشه، ان كابتن ماجد المفروض في شهر 8 هو فعلا بيبقى بينهي العقد بتاع المدربين في شهر 8، لكن في بقى في شهر 9 وفي شهر 10 جم بعد كده جوابات من اللجنه الاولمبيه ومن وزاره الشباب والرياضه معايا، هم بيؤكدوا ان لا ده دولت بيتمدلهم، ده كان ده هيتجدد وتمدلهم فعلا. وقبليه في جواب جاي من الدكتور عادل رضوان من الوزاره، هو اللي ماضي عليه برضه، ان هم مستمرين، يعني هم وزاره الشباب واللجنه الاولمبيه. لكن الجواب اللي كان جاي ده ما كانش جاي بخصوص الحته دي، ده كان جاي بشكوى من واحد كان نازل مجلس الاداره وكان شاكي، فاللي كتب الجواب كتب ممكن تقرا لي الخطاب الاخير بعد اذن حضرتك؟ لا خد بقى حضرتك اقرا احسن عشان ما ابقاش انا اقرا. ده دول بتاع اللجنه الاولمبيه وده بتاع اللي بتاع وده تمام يا فندم. تمام، اتفضل. خطاب اللجنه الاولمبيه السيد الاستاذ معتز محمد المعز عاشور رئيس الاتحاد المصري. ده انت اكتشفنا مش معتز، محمد المعتز. ادي اول حاجه محمد المعتز. ادي اول حاجه اكتشفناها. اسمه مركب ولا؟ طبعا مركب. تحيه طيبه بالاشاره لخطاب الاتحاد الوارد لنا بتاريخ 30/11/21 والمتضمن طلب الموافقه على تمديد التعاقد مع السيد ماجد محب السيد عاشور مدير فني منتخب الرجال والشباب، السيد اشرف حلمي عبد الحليم مدير فني منتخب السيدات والانسات، وذلك اعتبارا من 1/9/21 حتى 1/12/21. اتشرف بالاحاطه بان اللجنه الاولمبيه ليس لديها مانع من الجانب الفني على تمديد التعاقد من المذكورين بعلي، على ان يقوم الاتحاد بمخاطبه وزاره الشباب والرياضه في هذا الشان دون تحمل اللجنه الاولمبيه المصريه اي اعباء ماليه حاليا او مستقبلا، وذلك على مسؤوليه الاتحاد المصري لتنس الطاوله والاداره الفنيه. طيب، وطبعا ده كان الخطاب اللي حضرتك بعته للجنه الاولمبيه. السيد الاستاذ معتز عاشور رئيس اللجنه ده من وزاره الشباب والرياضه، وسعدنا ان نهدي لسيادتكم الدكتور عادل رضوان بالاشاره الى كتابكم كذا، وحتى تمديد على تجديد التعاقد مع المديرين الفنيين اعتبارا من 1/9/19 وحتى 31/28 وهم السيد ماجد عاشور والسيد اشرف حلمي. اتشرف بان الاحاطه بانه بعرض الامر على اللجنه القانونيه انتهى الراي الى الموافقه على تجديد التعاقد مع الساده المدير الفني المذكورين. يهمني جدا كلمه اللجنه القانونيه. وده موجودين وانت كنت رئيس الاتحاد. فانا انا انا معاك في الحته دي، لا ارى اطلاقا اي مانع، بل ان اللوائح اللي فيها عوار طالما امر مش مالي مناقصه ماليه اقول لك الاقارب امنع عشان اي شيء. امال واحد فني، ده انا اسف في اللفظ، لو هو قدم نتائج وحشه انت اللي هتقول له مع السلامه.
على طول حضرتك هما الاثنين واخدين نص ما انا من غير ما توريني هما ما انا عارف من فخامه الرئيس اهوت من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه السيد ماجد محب عاشور تقدير لحميد صنعكم وجليل خدمتكم للرياضه فقد منحناكم وسام الرياضه من الطبقه الاولى وطبعا فخامه الرئيس ورئيس ديوان الجمهوريه وكابتن اشرف حلمي نفس العمليه يعني لا انا معاك اللي اتحقق في الاولمبياد الاخيره احنا عمرنا كنا بنحلم طول عمري انا بحب تنس الطاوله وبحب تنس الارض كنت الاقي نيجيريا على طول مسيطره اما اوصل في اولمبياد واخد خامس وعندي هنا جوده بسم الله طلعت في الشباب دي طبعًا ربنا يحفظها يا رب طبعًا دي هتبقى لا دي يعني ربنا يحميها صاروخ اتكرمت من السيده قرينه الرئيس سيد السيسي طبعا دي حاجه وبعدين هي تعتبر الرياضيه الوحيده اللي اتكرمت امبارح البنت ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا هي الله اكبر يعني الله اكبر بسم الله ما شاء الله يعني حاجة ربنا جميلة طبعا جلسه اللي جايه امتى النهارده النهارده عقدت طبعا كويس ان معالي الوزير ما عقدهاش امبارح في الوزاره لا عملنا جلسه النهارده كان عشان برضو في احنا عندنا حاجات بارالمبيه دوليه هتكون في 26 مارس ده فكان لازم نستعد لها وفعلا على عقدنا الجلسه دي وعندنا بطوله الانديه العربيه البارالمبيه بعديها بطوله بارالمبيه دوليه فعملنا الجلسه النهارده وبعدين برضو كلمنا عن النشاط المحلي ان احنا برضو عشان نشوفه وفي بطوله برضو للرواد كان هم عايزين يعملوا حاجه للرواد لان الرواد بيتصلوا على طول وكده هنعمل لهم بطوله يوم برضو يمكن لاول مره الناس هتعرف يوم 12 و13 و14 شهر 5 وهتكون في راس البر ان شاء الله وحتى انا اتصلت بالاستاذه نجلاء بدر اللي هي مدير الاتصالات هناك وكده واحنا قاعدين في الجلسه وحجزنا الصاله وكله يعني كل حاجه ان شاء الله تبقى نحلم في باريس 2024 بحاجه جديده والله احنا بقى عندنا الامل احنا الاول كان صعب شويه بقى عندنا الامل النهارده عمر عصر لما طلع الخامس انت بتقرب ما هي صعبه يعني اكيد صعبه وكانت صعبه قوي ان هو يطلع الخامس بس طالما الصعب اتحقق مفيش مستحيل يبقى مفيش مستحيل اكيد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني هنا ممكن تشارك بقى في اللي جاي في ان شاء الله اكيد 27 اكيد 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 هي في بطوله العالم كانت في البرتغال اعتقد اللي فاتت ولا كانت فين؟ لا بطوله العالم كانت في امريكا في امريكا حققت هي مركز فيه لا هي ما راحتش خالص لا كانت في بطوله اخيره دوليه كانت محققه لا هي كانت في عمان وهي كانت هناك بس هي رقم واحد تحت 15 سنه عالميا وواحد تحت 17 سنه عالميا ودي حاجه انجاز يعني انجاز كبير جدا مش رهيب ولا لا ده حاجه جامده قوي ودي امل تنس الطاوله المصريه فعلا وبصراحه برضو في ناس كتير ان هم بيرعوا هنا وده يعني يمكن كابتن محمود الخطيب مثلا مره قال لي احنا عايزين نعمل شبه يعني حاجه لهنا جوده ما بين الاهلي وما بين الاتحاد جميل يعني خاص هنا جوده وقال لي وامثال هنا جوده صح يعني ده المفتاح كابتن محمود الخطيب بصراحه طبعا معالي الوزير برضو على طول بيتابع وبتابع كل اي حد مهتم بالرياضه لازم يتابع حاجه زي حاجه طالعه زي هنا جوده ما حدش يغفل ابدا ان هو ان شاء الله باذن الله صفينا خلاص تمام تمام رسالتك للمجلس قبل ما نختم لا كله والله بص انا هقول حاجه طبعا كلهم اخواتي الصغيرين ومعنا الكابتن حسني نائب الرئيس ده عشره عمري برضو والناس كلها محترمه وانا بتمنى طبعا ان الفتره اللي جايه كلها تبقى كويسه بس برضو قبل ما تختم حضرتك لان حضرتك كنت بتقول الاتحاد مقفول الاتحاد عمره ما اتقفل ما اتقفلش عمره ما اتقفل اتقفل ازاي الموظفين موجودين كل الناس موجوده عندنا سفريات في الفتره اللي فاتت دي في شهر 3 كلها شغاله كل السفريات اللي طالعه دي في ناس عندنا النهارده في سنغافوره عندنا ناس في عمان طب ما دي كلها اجراءات وكل ده شغال الاتحاد لما حته تتقفل لا كان في مجلس اداره وهم الجماعه كانوا عايزين يعملوا مجلس اداره 5-2 وده كان هيبقى غير قانوني لان احنا عملنا مجلس اداره معانا اللي هو المجلس الاداره الاولاني ده اقفل المجلس وبعد كده حتى انا قلت لهم ايه رايكم نفتحوه قالوا لا خليه نغلقه عشان كده انا جايبه معايا ان هو مجلس خاص لوحده
وعايزين كان يوم سبت واحد عايزين يعملوا يوم خمسة الاجتماع. فجبت رديت للجنة الأولمبية قلت لهم هل ينفع ان احنا نعمل من غير ما ابعت قبلها باسبوع بالبريد؟ قالوا لا. يبقى المجلس بعت لهم كلهم يوميها ومع المدير التنفيذي كل واحد فيهم ما ينفعش الاجتماع كده اجتماع غير قانوني. برضه هم صمموا وراحوا وحتى راحوا لقوا الباب طبعا مغلق الساعه 7 ما فيش حد هيبقى من الموظفين هناك لان ما فيش اجتماع. فهي جت لبس برضه في الحته دي ان ما فيش حد من الموظفين بيمشي بعد الساعه 5 بيمشوا. فالاتحاد ما كانش مغلق ولا حد كان موجود ولا حد في حته. برضه كان في حته مهمه حته اللي هي الحته الماليه اللي قالوا للتفتيش وكده ان هم عايزين يفتشوا. طبعا دي مش دي الموضوع دوت. هو فعلا حصل ان كابتن احمد رضا والاستاذ احمد رضا اللي عضو مجلس الاداره قلت للاستاذ احمد صياد المدير المالي الاستاذ احمد رضا جاي لك وعايز يشوف كل حاجه خاصه بالماليات اي حاجه اي ورق لازم تديه له عشان يشوف بنفسه. وانا قلت لاحمد شوف يا احمد لو لقيت اي حاجه غلط لازم تقول لنا. صح. احمد قال الحمد لله كله تمام يبقى خلاص ما كانش فيها ايه ما كانش لا. حاجه ثانيه اتعرض عليهم الموقف المالي في اول جلسه والاول جلسه اتعرض عليهم اللي موجود من المصري بالدولار باليورو. بعد كده اللي قبل كده بقى اللي هو كان خاص بالمجلس السابق كله اتعرض على المجلس السابق وكله متوافق عليه. علاوه ان الجمعيه العموميه لتنس الطاوله اللي هي اخر حاجه اعتمدت الميزانيه العموميه واعتمدت الموقف المالي. اذا ما فيش حاجه تستدعي احنا لسه ما عملناش حاجه لسه ما شفت حاجه حتى. فانا بتمنى برضو زي ما بقول لحضرتك احنا ان شاء الله انا شايف ان المجموعه اللي موجوده ان شاء الله بالفتره اللي جايه هيبقى كله خير وكله. اما بالنسبه للنشاط المحلي او كده النشاط عملنا منه بنسبه 75% احنا بنشتغل عملنا النشاط بنسبه 75% فاضل لنا 25% بس نشاط مش مواقف استكمال الموسم استكمال الموسم. والله ينور حضرتك احنا بادئين من 1/7 ل 30/6 خلصنا في شهر 11 و12 10 بطولات يعتبر 11 و13 و15 و17 و19 ولاد وبنات ادي 10 بطولات مع بعض. خلصنا بطوله الحافز الرياضي في شهر 12 اللي هي بياخدوا عليها درجات تفوق رياضي في الثانويه العامه خلصناها بدري واحنا متعودين على كده. عملنا بطوله قطاعات في سبع محافظات وبعد كده بيتضاف عليهم من 64 يعني اذا النشاط شغال محلي ودولي. فاضل لنا النهارده قلنا في الاجتماع ان احنا بنستكمل النشاط. قلت لهم وكنت متواصل مع الاستاذ نبيل المأمون ما كناش لاقيين اماكن مش لاقيين صالات يعني كنا بنحاول ان احنا نعمل النهارده بنحاول ان احنا برضو نعمل وكلفنا الاستاذ نبيل المأمون ان هو يشوف الصالات ويحط تاريخ. ده شيء جميل ويعني الحمد لله ان الامور رجعت لوضعها الطبيعي. طبعا محمد افريخه بعت لك بيقول سلم لي على كابتن حبيبي ده حبيبي 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 حالا اهوت حبيبي هو دكتور مجدي والله وصديقنا العزيز. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ومعاكم في اي محفل دولي تكونوا راجعين منه محققين انتصارات لازم نرفع تعظيم سلام ان شاء الله ونستضيفكم ونقول ده الاتحاد المصري لتنس الطاوله زي ما قال لي معالي الوزير لما كلمني وانت موجودين معاك. انا بشكر معالي الوزير والمهندس هشام حطب برضو على اكيد نورتني شرفتني. شكرا طبعا دكتور ربنا يخليك. اتحاد مصر لتنس الطاوله او محمد المعتز عاشور رئيس اتحاد مصر نورت وشرفت ربنا يخلي حضرتك. هشوف اسامه عيد النهارده ريال مدريد على باريس سان جيرمان فوز وجماهير الريال في مصر طبعا انتم عارفين نرصد رايهم بعد هذا الفوز ثم كابتن شريف الخشاب صديقي العزيز وكلام من القلب 3-1 للريال على باريس سان جيرمان. يلا يا اسامه. تحياتي ليك دكتور ايهاب الكومي وتحياتي لمشاهدينا مشاهدي صدى البلد في كل مكان. ريال مدريد تحقق فوز تاريخي على باريس سان جيرمان ب3 أهداف مقابل هدف. اكيد النهارده احنا في مصر لكن موجودين في اجواء وكاننا في البرنابيو وكاننا مع جمهور ريال مدريد. هبدا وكاننا برضو في البرنابيو مع مندوب لا ليجا الاسباني في مصر النهارده مستر راؤول النهارده برحب بيه عشان صدى البلد. وخلينا نسال الاول رايه في المباراه كان متوقع الفوز ده ولا What do you think about the game? Do you predict it is what we win or not? Well, first of all, thank you very much to all the fan club here for gathering this amazing event. I think Real Madrid was showing why he is the king of Europe. And I think tonight Karim Benzema was showing why he's the best player in the world right now. هو طبعا بيقول ان هو سعيد جدا بالتجمع اللي موجود وبتجمع جماهير الريال وطبعا كالعاده الريال بيثبت هو اللي هو كبير اوروبا والاحسن في العالم وبنزيما النهارده عمل اداء اقوى من الرائع يعني في مباراه العوده. اسالك انت بقى قول النهارده انت كنت متوقع في الشوط الثاني اللي يحصل ده؟ والله احنا مدريديين بنتوقع لغايه اخر دقيقه ان احنا هنكسب. احنا جايين عشان كده عشان الريمونتادا وجايين عشان نصعد. هو ده قدر الريال طول عمره كبير اوروبا وهيفضل طول عمره كبير اوروبا. قول النهارده كنت متوقع مين يكون نجم المباراه او تختار مين نجم المباراه؟
بصراحه انا كنت متوقع ان نجم المباراه يبقى النجم الكابتن الكبير كريم بنزيما، لان احنا متعودين منه على كده دايما في المواقف الصعبه هو بيظهر وبيحقق الفوز دايما. راضي النهارده على الفوز بنسبه كام في الميه؟ 100%. لا اثبتوا ان احنا كبار اوروبا فعلا والحمد لله. لسه مستمرين اكيد دكتور ايهاب الكومي، قول لي النهارده يعني بعد الاداء ده متوقعين هبدا بيك الاول، متوقعين ان ريال تحقق اللقب؟ طبعا ان شاء الله، واملنا كبير جدا في ريال مدريد، واملنا كبير في كريم بنزيما. ابو ابراهيم لا يتخزل حين تحتاجه ولا يحتاج الى ضربات جزاء كي يسجل. خليني اسالك بقى سؤال مهم قوي، تتمنى تقابل مين في القرعه؟ اي فريق في اوروبا احنا قده، اي فريق في اوروبا، البايرن، السيتي، ريال مدريد، يعني دوري ابطال اوروبا. شايف كل الناس عاوزه تجاوب، كل واحد يجاوبني بفريق. تتمنى تقابل مين؟ ليفربول ومحمد صلاح. تتمنى تقابل مين؟ بايرن ميونخ. تتمنى تقابل مين؟ سيتي. هسيبهم يختموا مدريد. بهذا الختام. مدريد 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 مدريد. عدنا لحضراتكم مرة ثانية والجزء الأخير من حلقتنا النهاردة. اسمحوا لي لن أرحب بصديق وبأخ عزيز جدا، يعني بيحظى بمحبة الجميع في الوسط الرياضي، نجم من النجوم الكبار. ولما نفتكر غزل المحلة في عصور ذهبية لغزل المحلة بعد الأربعة عين، استلم بعدهم الجلدة اللي كسر برضو الدنيا، ويعني كان موجود واستمر. ايضا له صولات وجولات في عالم التدريب في مصر، سواء كان مع غازي المحله او في القسم الثاني منتخب تشاد، كان المدير الفني وعمل معاه نتائج طيبه للغايه، احد نجوم كاس العالم 82 للناشئين. طبعا نجم من النجوم الكبار، الصديق العزيز كابتن شريف الخشاب. وحشتني كتير جدا دكتور حبيبي، انت اللي وحشني كتير، وسعيد جدا بيك وبنجاحاتك ولما بسمع الناس بتتكلم عليك ده شيء بيسعدني، لان انت اهل الكل اللي بيتقال عليك، وشرف ليا ان انا اكون معاك النهارده. البلدوزر خدك مننا شويه. لا ابدا، لا خدك. واللي بيروح لكابتن مجدي عبد الغني انت عارف. لا البلدوزر، تعرف مجدي يا اخويا وحبيبي، جميل حبيبي، شخصيه جميله مجدي. صافي صافي يا كابتن شريف. هو مسافر اليومين دول جنوب افريقيا، هو هتلاقيه كده ليه طلعاته في الجامعه بيطلع من ثلاثه ويرجع، يقول لي انا في كولومبيا انا مش عارف فين، مسافر امبارح هيرجع السبت. هو شخصيه جميله، انما ما حدش يقدر ياخدني منك، انت عارف انت حبيبي. لا انت تنور الدنيا كلها، تنور الدنيا. نبدا منين؟ والله نبدا من النهارده، المحله كانت بتلعب النهارده ف على طول انت انت عارف انت عارف انا من يعني ده بلدي طبعا، وغازي المحله زي ما انت عارف كيان كبير، الفريق اللي فاز بالدوري العام، خرج من القاهره مرتين للاولمبي السكندري وغازي المحله، اجيال واجيال، اربعه عين، احد عظماء السبعه لغازي المحله. اكيد اكيد غازي المحله وجمهوره، يعني هو نادي شركه، لكن لا حط تحتها مليون خط، نادي جماهيري يتبع شركه. مظبوط، ان جماهير غازي المحله تحرك الصخر في كل المباريات دلوقتي، تلاقيهم يعني في كل حته بصراحه، فيعني ده الشيء الجميل جدا. من الحاجات اللي الواحد بيتباهى بيه ان انا بنتمي لغزل المحله، و انتمائك لغزل المحله يجيب لك معاه ايه؟ جمهور غزل المحله. نعم، جمهور غزل المحله ده دكتور ايهاب كان يعني، احنا كنا سواء لعيبه او وانا مدرب، الماتش الساعة 8 بالليل الساعة 1 يكون الاستاد مليان، خد بالك، كومبليت الملعب، تشجيع جنوني من بالليل، من بقول لك واحدة الظهر، واحدة الظهر، وانت عارف المعسكر بتاعنا كان بيبقى في ظهر، في ظهر في الشركة على طول، في ظهر الملعب. فاحنا في المعسكر قاعدين كده شايفين السور بتاع المدرجات من فوق والاعلام، والجمهور قاعد على السور، يعني الملعب اتملى، والقلل يا لا لا لا، الغزل له طعم تاني. اه والله انا لما ادخل للسد، لا لا له وضع تاني. انت تعرف وقت من الاوقات لما المحله ما كانش في داره، كنت اقول قلق، يعني احنا مش هنشوف القلل في التلفزيون. مشكله الناس بتسال، دي كانت علامه من علامات الدوري، الساعه والقلل الساعه تدق وتيجي اللحظه الفلانيه، لا مستمتع، والجمهور الجميل، وفرقه كبيره واسم كبير. بس الواحد يعني فترات، بسبب طبعا مش يعني عشان ما نظلمش الناس كلها، الظروف الماديه والامكانيات الماديه والاحتراف والامكانيات العاليه للانديه، ادى ان المحله بقت في وقت من الاوقات من انديه الدرجه الثانيه، فهي رجعت الحمد لله، بقت في دوري ممتاز،
وبصراحة معالي وزير قطاع الأعمال عامل شغل هايل طبعا. مهندس علي عباس أيضا، كابتن عمر عبد الله شرفت، كانت مباراة سيراميكا كليوباترا وغازي المحل. أنا ما بروحش أتفرج كتير فكنت موجود، فقلت أما أروح أتفرج على المباراة. قابلت كابتن عمر كنت في قمة سعادته والمهندس علي عباس. تاني لقيت لي إيه يعني بصراحة كابتن عمر، أنت عارف يعني ده علامة من عم. أنت لسه بتقول إيه؟ عين أربعة. كابتن عمر ده يعني تعرف عين أربعة لك كابتن نجيب السكاوي كان قال لك صواريخ أربعة عين. عمر عبد الله وعماشه وعبد الدايم وعبد الرحيم خليل الله يرحمه. فطبعا المحل اسم كبير، فالواحد الواحد وهو بيتفرج دلوقتي او ساعات بحلل الماتش ليهم ولا حاجه بيبقى الواحد قلبه هيطلع من بره من انت فاهم ايه، بتبقى قاعد تبص تلاقي هجمه على المحل الواحد قلبه بيعمل كده. ربنا وفقهم يا رب، بس يعني محتاجين شغل شويه، محتاجين الروح بتاع المحله لسه ما انا شايفها الروح. في كاس الرابطه كانت حاجه جميله قوي، كل الصبح خير، لكن ما عنده شايف في الدوري، على الرغم ان بسيوني واحد من المدربين المحترمين جدا، وانا متاكد ان هو هيرجع بيه. هقول لك يعني، اولا بسيوني اخويا الصغير وحبيبي وانا بحبه جدا، من الشخصيات المحترمه جدا، خجول محترم ذوق جدا، يعني من كتر احترامه ليك لما يقابلك يحسسك بالخجل واخد بالك، فهو شخصيه جميله. ويعني ان كان ليا حق ان انا اقول له نصيحه اقول له يعني ايه السبب ان احنا في كاس الرابطه كنا كويس وايه السبب في الدوري مش كويس. ان انت بتلعب في كاس الرابطه بدون خوف على البنط، لما انت بتلعب ومتحرر من الخوف فانت بتكسب. لما بتلعب وانت خايف انك تخسر اقصى حاجه تعملها ممكن انك تتعادل، وده اللي بس حصل. بس مشكله الدوري كله كل واحد البنت عنده عزيز قوي بعد الرجوع، كاننا في نهايه الدوري كويس. انا ملاحظ كل الفرق يعني وتقارب المستوى كمان، يعني النهارده فيوتشر واحد من بقى من الكبار في الدوري بمستوى بمجموعه لاعبيه طبعا. برضو جمهور المحله انت بتلعب فيوتشر سموحه البارح مع سيراميكا كليوباترا تعادل هنا اقول لك برضو مستوى متقارب، الغاز مع فيوتشر مستوى متقارب، فكل واحد دلوقتي بيمسك في النقطه مش عاوز يسيبها. هي المشكله الحسابات بقى تتحسب ازاي يا دكتور؟ ان انت يعني انت دلوقتي في تحت الاسماعيلي والمقاولين والمقاصه وطلع الجيش النهارده طلع الجيش طلع بقى 13 بوم. لا احنا انا بقول قبل ما يطلع والشرقيه للدخان اللي تسع بوم تعادلين وفوزين حلو. فانت دلوقتي عينك ان انت خد بالك اذا كنت مطمن للي تحت الاسماعيلي مش ده وضعه فممكن ينتفض في اي لحظه ويسر كامبانا وشرقيه للدخان شفتها بعد العوده تعادلين وفوزين فانت يعني دلوقتي التعادل مشكله كبيره جدا. عشان كده انا بقول ايه، لازم اتحرر اولا فوز. لازم نعترف ان فرقه المحله فرقه مش بطاله، فرقه كويسه كويس. ولما بتلعب كره هجوميه بتبقى لها شكل وخطوره. لما تحزم الفرقه وتلعب بطريقه دفاعيه فانت كبيرك انك تتعادل. طب انت بتلعب في ملعبك، اذا لعبت في ملعبك لازم تلعب على الثلاث نقاط، لان انت بره بتتعادل او بتخسر. فاذا ما جبتش في ملعبك الثلاث نقاط انت هتخش في دوامه، واحنا مش عايزين نخش في الدوامه دي. ليه؟ الحسابات زي ما انت قلت في الدور الثاني هي من دلوقتي من دلوقتي بدات، انما ما بالك لما تخش في الدور الثاني صعوبه، تبقى صعوبه كبيره. فانت محتاج يبقى فيه جرأه شويه هجوميه، محتاج يبقى فيه تحرر، محتاج اللعيبه دي يبقى عندها روح اكتر من كده شويه وثقه. محتاج التعامل بيها في معاها في التمرين يكون في شغل تخصصي، عارف يعني ايه تخصصي؟ ايوه. المهاجم ازاي يعني الهجمه، المدافع ازاي بيطلع، واخد المهاجمين لوحدهم اشتغل معاهم، واخد المدافعين اكيد. بس شنو بيعمل كده اكيد، فبس لو كان بيعمله ازود فيه شيء شويه، لان اللعيبه محتاجه الكلام ده، محتاجه اشتغل على الثلاث خشبات كتير، محتاجه اقرب. والجمهور لازم يعرف حاجه مهمه، ان انت ممكن يعني كتر ضغطك على اللعيبه يجيب نتيجه سلبيه. ايوه، ومن الحب ما قتل. بس والله بجد جمهور المحله عاشق قوي النادي، واي بنت تلاقي لازم هم معذورين برضه دكتور إيهاب، انما انا بنصحهم برضه انهم يهدوا شويه على الاولاد. ليه؟ لان الضغط عليهم يجيب نتيجه عكسيه. بس هم معذورين ليه؟ هم فكرهم ان اللي تحت دول عمالين يكسبوا فيعدونا، لازم احنا نلحق. وبعدين يتسلط على تفكيرهم ان احنا طب ما احنا قدام شويه بقى، يبقى كده هننزل تاني وهنرجع للي كنا فيه. فيبداوا يقلقوا ودوت هم كمان ينضغط عليهم، وبالتالي يضغطوا على اللعيبه والجهاز الفني. فالعمليه محتاجه شويه هدوء، محتاجه شويه تعامل نفسي ومحاضرات كتير مع الاولاد ديت، محتاجه شغل تخصصي ومحتاجه جرأه. انا في رأي الشخص في ملعبي لا، انا لازم العب على الثلاث نقاط حتى لو اخسر،
هخسر مره، انما طول ما انا لعبي المكسب افضل من التعادل، يعني خساره وتعادل سيان. انا لو تعادلت يا دكتور، لو قعدت العب ثلاث ماتشات احارب فيهم والثلاث اجيب ثلاثه بونت، انا اجيبهم في ماتش واحد. لا يبقى انا حتى لو جازفت هتعادل ماتش واكسب ماتش واخسر ماتش، ابقى خدت اربع بونت، خد بالك. فهي محتاجه شويه، وخصوصا ان ما حدش هيسمع عليك في الدور الثاني، محدش هيستناك. وعايزين بقى ننسى شماعة التحكيم وشماعة النقاد وشماعة مش عارف ايه، محدش معنا. لا 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 لا، محلة اسم كبير قوي يا جماعة، محلة تاريخ، المحلة محتاجة ان اللعيبة نفسها ديت، واعتقد فيهم اللي بقاله اكتر من سنة في النادي دلوقتي، يعرف ايه متغذى المحلة ايه، ودي تيجي من الشحن النفسي والمحاضرات اللي بيعملها بسيوني. ولازم يشتغل زي ما قلت لك تخصصي شوية، اعتقد ان في قدرات في الفرقة تقدر تعلن. وبعدين هو يعني بعتب عليهم شويه، احنا كنا محتاجين فروه سوبر شويه، وده كان لازم يجي في يناير، انما كاس الرابطه خدعنا. فقال لك لا احنا مش محتاجين حد، واخد بالك. انت كان لازم يكون عندك مع احترام الموجودين برضو ممتازين، بس ما فيش مانع نبقى عندي مع الممتازين حارس مرمى كويس، مع المهاجمين الموجودين عندي فروت كويس، وادي الثقه لاولاد النادي الصغيرين اللي موجودين، اعتقد هيبقى في شكل افضل. ايه كتير. اللي كان ينقص غزل المحله في مباراه النهارده؟ الجرأه الهجوميه. انت بتلعب في ملعبك وخايف انك تخسر، وحاطط في دماغك فيوتشر اللي هو اسم كبير، فيوتشر مش اسم كبير بس، لا امكانيات كبيره فيوتشر. مجموعه اللعيبه خد بالك، يعني فيوتشر كمان ما كانش بيلعب مع احمد رفعت النهارده، هو مفتاح لعبهم. فهم الخوف من فيوتشر وامكانيات فيوتشر والاسامي اللي موجوده في فيوتشر خلتنا نلعب بطريقه دفاعيه من نص الملعب، فبقى السيطره او الخطوره موجوده في الهجمات المرتده بس. فيوتشر بيحاول، انما برضه ما فيش، تحس ان ما فيش الشكل بتاع فيوتشر اللي احنا عارفينه، اللي هو لما بيلعب في القاهره مثلا امام الزمالك، قدام الزمالك واحد واثنين في اول ربع ساعه. لا فيوتشر بيلعب برضه، وان كان ناقص بعض اللعيبه المؤثرين زي احمد رفعت، انما برضه مش هو ده فيوتشر. فانت كان ناقص ان انت يكون في اندفاع هجومي شويه من عندك، جرأه هجوميه، ناقص ان انت تشتغل وتحط سنتر فيرو الثاني وانت بتلعب في ملعبك، وتشتغل على ثلاث خشبات بشكل افضل من كده. ناقص ان انت يكون في تنظيم تكتيكي، لان كان في انت عارف ارتجال في الاداء، بمعنى ان كل واحد بيلعب اللي بتيجي في دماغه. بص لا كله بياخد الكره وبيجري بيها، لا ما فيش تنظيم، فيش تكتيك، ما فيش شكل واضح في الاداء، على عكس اللي انا شفته قبل كده من مجموعه اللعبه دي. زي ما انت قلت فيوتشر في ماتش الزمالك، المحله في ماتش الزمالك في كاس الرابطه كانت هايله، لما كسبوهم ثلاثه واداء فوق الممتاز، لان كانوا بيلعبوا كوره وفي شكل وفي تنظيم وفي كل حاجه. يعني في راي الشخص النتيجه عادله لفيوتشر المحله، لان لا كان فيوتشر يستحق المكسب النهارده، وان كان كان له كوره في العارضه ولا حاجه، انما برضه والمحل ما كانش يستحق المكسب. انما اعتقد ان محتاجين نشتغل على نفسنا. هل فتره التوقف الخاصه بمنتخب مصر تفيد غسل المحله؟ فتره التوقف اللي جايه اللي فاتت المفروض انها تكون فادت غزل المحله، لانها كانت رابطه ولعب المحله اكثر المستفيدين كان الشرقيه للدخان والشرقيه للدخان. دي انت عارف ليه انا بقول لك الانديه دي؟ طلع الجيش اللي غيرت اجهزه فنيه. يعني كان باسيوني لسه جاي في الفتره دي، عوده رايح المقاولين، طارق العشر في الطلائع، واخد بالك، علاء عبد العال. الشرقيه استفادت بالتدعيمات اللي دعمت بيها، 14 لاعب مشوا وجاب لاعب ثاني، فهي دي اللي فاتت. اعتقد الفتره الجايه دي مش هتفيدك ان انت تجيب سكواد او تجيب لعيبه من بره، انما هتفيدك ان انت تعدل. اذا كان عندك نقص في الناحيه البدنيه تشتغل عليها، اذا كان عندك نقص في الناحيه التكتيكيه تشتغل عليها، اذا كان عندك نقص في الشغل التخصصي تشتغل عليه. اللي هيستغل الفترة دي بشكل كويس ويقفل على نفسه ويشتغل بشكل كويس ويعمل ماتشات ودية ويحفظ فيها شغل كتير، اعتقد هيستفيد في الفترة دي بشكل كبير قوي. عندنا قراءة في جدول الدوري وكل الفرق، وهذا الحديث العذب من متخصص طبعا كابتن شريف خشاب، لكن بعد الفاصل. عدنا لحضراتكم مرة تانية وبكمل حديثي مع كابتن شريف الخشاب نجم منتخب مصر ونادي غزل المحل.
قبل بس ما نكمل كابتن محمود الخطيب، شفنا الفيديو الخاص بأمح طبعا المعشوق لجماهير النادي الأهلي، حضوره طبعا من ذوي الهمم كان بيحضر المباراة وترفض دخوله. فكابتن محمود الخطيب كعادته دايما ما بسيبش كل حاجة للصدفة، كل حاجة مرتبة. كان في توجيهات للدكتور سعد شلبي مدير نادي الأهلي أن يضع تصور لحضور ذوي الهمم بالتناوب لمباريات النادي الأهلي، وحسنا فعل الكابتن محمود الخطيب. وده طبعا حضورهم بيبقى شرف ما بعده شرف، ولازم كلنا نشيلهم فوق راسنا من فوق. كابتن شريف، أرجع لجدول المسابقة الموسم ده، تلاقيه متقسم كده يعني، الأول أهلي، بيراميدز، زمالك، سموحة، مربع موجود. يجي بعد كده بقى عندك البنك الأهلي وموجود فاركو تمام، فاركو السنة دي ماشي حلو جدا تمام، والمصري بورسعيدي، الاتحاد السكندري، تلاقي سيراميكا كليوباترا، تلاقي طلائع الجيش، تلاقي إمبي، ده كله في الثلاثاشرات المجموعة الأخير. وفي الآخر بتلاقي مصر المقصة، بتلاقي المقاولين العرب، بتلاقي طبعا شرق الدخان سبق دلوقتي بقى 9 بونت، وأخيرا نادي الإسماعيلي. خلينا ناخد المربع الأربعة اللي في الأول، هيمشي بنفس الوتيرة ولا ممكن يحصل فيه تغيير؟ خلينا نتفق ان المستويات اللي احنا شايفينها بتقول ان النادي الاهلي، الزمالك، بيراميدز، او حاليا النادي الاهلي، بيراميدز، الزمالك، وبيخش معاهم الاتحاد السكندري، المصري، سموحه برضه، سموحه طبعا خد بالك سموحه السنه دي، لا ده انا عايز اقول سموحه الحصان الاسود السنه دي يعني سموحه هو مع احمد سامي بصراحه عامل شغل هايل. هو بص الاستقرار الفني يا دكتور لازم يجيب يحقق النتيجه، لان انت المدرب لما بيمسك الفرقه وبيعمل الشغل محتاج وقت عشان يحفظ، انت عشان تعمل جمله تكتيكيه وتحفظ اللعب، عشان كده احنا بنتكلم على المحل بقول لك شغل تخصصي كتير، عشان تحفظ جمله دي بتاخد منك شهر شغل معاك. شهر واحد في جمله. فاحمد سامي طبعا استقراره ووجوده في الفرقه سنه واتنين ادى النتائج المبهره ديت، انما خلينا نقول ان اعتقد ان المنافسه هتبقى في المربع الذهبي فوق ما بين سموحه والاهلي وبيراميدز والزمالك، الاربع فرق دول هيبقوا في المربع الذهبي، ودول كفنيا واداء ونتائج حتى الان هم الافضل. وادائهم حتى يعني انا بتفرج على سموحه حتى لو ما كسبش انما في شكل في اداء في اداء حلو. بيراميدز خسران من الاهلي 3 مرات، بيراميدز والاهلي خسران من الاهلي 3 انما عامل ماتش جيم كبير جدا خد بالك بيراميدز، بس انا بشوفها بعين الفني مش بعين المشجع يعني بشوف ان الاداء كان فيه كرة حلوة من بيراميدز، أداء كويس، إنما في خبرات أعلى في النادي الأهلي، بمعنى إن الخطأ اللي بيقع فيه بيراميدز، الغلطة من أي لاعب في بيراميدز بتستغل من لعيبة النادي الأهلي بنسبة 100%، يعني لما غلط عبد الله ونادرا ما يعمل ميس باس عبد الله ده نادر وكمان ده خبطت في السكة ونزلت لقفشة عرف يستغلها، ممكن تنزل للعيبة تانية ما عرفش يستغلها بشكل كويس. لما غلط شريف إكرامي في الكرة التانية واتقطعت واتعملت صلحت السوليه حطيتها وهو بيضحك حطيتها ابتسم وهو رايح بس حطيتها ورايحه واخد بالك، فهنا في لعيبه بتنفذ. لما غلط شريف اكرامي في الكره الثالثه وطالع وقامت نازله في وسط اثنين لعيبه من بيراميدز عملها محمد شريف جون الثالث، فالثلاث هجمات اللي جم على بيراميدز ما اعتقدش ان في ثلاث اخطاء تم استغلالها، ما فيش فرص ثانيه راحت للاهلي، هم الثلاثه ودي الخبرات اللي انا بتكلم عليها. بيراميدز راح في القايم في العارضه، عبد الله سعد تفوته حلوه قوي من رمضان وحطها في العارضه لقاي يعني فرصه مرتين ولعيب كويس جدا على فكره، وفي كره حلوه من بيراميدز وفي اداء بيلعبه وبتاع، انما الخبرات تفرق بشكل كبير. زائد كان في جمهور قوي جدا في الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه بيشجع النادي الاهلي. ذكاء موسيماني في التعامل مع المباراه بالامس، والله انا يعني عايز اقول لك ان موسيماني هو طبعا تم التجديد له، انما عايز اقول ان يعني ما حدش يزعل مني، النادي الاهلي اضاف لموسيماني مش موسيماني اللي اضاف للنادي الاهلي، خد بالك النادي الاهلي اسم كبير جدا، النادي الاهلي منظومه اي حد يخش فيها بينجح، انما ما ننكرش ان موسيماني موفق بشكل كبير جدا. موسيماني في الماتشات الصعبه بيعمل ماتشات هايله، بيعرف يتعامل انما في الماتشات السهله للاسف بحس ان هو مش مركز، انما في الماتشات الصعبه قدام الزمالك تلاقي الاهلي حاجه تانية خالص. امبارح امبارح
تعامل عمل المباراه على مراحل بصراحه حاجه تانية خالص. لدرجه بقول يا رب بقى ده يعني الماتشات كلها صعبه كلها صعبه انما في ماتشات سهله كده تبص تلاقي مثلا بيلعب بنك الاهلي وكسبان واحد ويرجع للمباراه تروح منه 1-1 كسبان المحله 2-0 في المحله الشوط الاولاني الشوط الثاني رجعت المحله 2-2 والماتش خلص وفي اخر ثانيه فاول خبطت في الحيطه ودخلت مفيش توفيق للمحله وفي توفيق كبير جدا للاهلي الموسيماني انما يعني عشان ما نديش لحد اكتر من حقه او نقلل منه هو اضاف للاهلي بطولات والاهلي اضاف لموسيماني كتير جدا لان موسيماني من غير الاهلي ما كانش حد يعرفه قوي الا في جنوب افريقيا انما الاهلي اضاف لموسيماني زي ما موسيماني اضاف للاهلي برضه باكد ان في انديه لما يكون عندها اداره منتظمه عاقله استقرار ما فيش مشاكل بتظهر على السطح مشاكلهم في الاوضه بتاع الاجتماعات ما بتخرجش بره اي حد يخش في المنظومه دي ينجح. طب مين النادي اللي لفت نظرك الموسم ده في الدوري في التعامل بحرفيه في عمليه الاستقرار الفني رغم النتائج اللي كانت تبقى مهزوزه في الفريق؟ سيراميكا. فاركو 4 ماتشات خساره في اول الدوري. انا عاوز اخد دي. صاعد وهو المدير الفني اللي صاعد بقى من القسم الثاني بعد يقول لك ايه انا اديته فرصه ماتش واثنين لو مش كده وبس كان هيقول لك ايه ما عندوش خبره الدوري الممتاز. بس زي ما هيقول هو رغم ان هو في اسوان كان عامل شغل حلو لكن اعطائه الفرصة كاملة اثبت مجدي عبد العاطي انه مدرب كبير طبعا وفاركو في سنة اولى اللي يبقى في المركز ده وبعدد النقاط ده لا تحسن لمجدي عبد العاطي والمجلس انت تعرف انا قلت لك مثال فاركو ليه يا دكتور عشان نربط بين اللي كنت بقوله من شوية على غزل المحلة وحتة ان انت تلعب على التعادل تخسر او تتعادل فاركو بيلعب خد بالك الفريق اللي ما عندوش تعادلات تخيل دي فوز يفوز يا خسارة وده وشوف عشان كده زي ما هو فين في الجدول بقى لانه 3 بوند تيجي كتير فانا لما اجازف والعب على 3 بوند ما اخافش هاخد 3 بوند مره 2 هخسر ماشي من المجازفه بس انت مع استمرارك على انك بتلعب بطريقه هجوميه ومع الاولاد لما يحفظوا والمدرب يحفظ الاولاد اللي معاه زي مجدي عبد العاطي كده ويبقى في حاجه اسمها عدم انهيار دفاعي تكتيكي بمعنى ان انا بدافع هجوميا بس عندي اتزان تكتيكي في الناحيه الدفاعيه هقلل الخسائر وبالتالي يبقى فرصه المكسب عندي كبير وده اللي فاركو عامله يا بكسب يا بخسر ماشي بس بيجمع نقاط كتير لما انا لو اتعادلت 34 ماتش في الدوري هاخد 34 بوند هنزل صح خد بالك فانت لازم يكون عندك الحس دوت ففاركو بحيي اداره فاركو بحي اداره سيراميكا لان برضه في هزه شويه والناس كانت طلعت الاسبان اللي فاتوا يتكلموا كلام لا اساس له من الصحه يعني ولما اتكلمت هيثم مدرب واعي وبعدين وفي السيد طارق ابو العينين طبعا وراه قلبا وقالبا معتز البطاوي كل التيم كله ايديهم في ايدين بعض واقاويل بتطلع اشاعات انت عارف عندنا طلعت اشاعه وجات لي مره وانا قاعد في البرامج بسم الله ما شاء الله وقالوا لي مش عارف مين هيمسك مطرح يا كابتن ده انا ببقى قاعد في الاتحاد ويقول لك المجلس عمل كذا واحنا دي ما حصلتش اقعد اضحك كنت زمان اصدق الاخبار دي قلت يا نهار ابيض يعني الواحد بيقعد يضحك ما في ناس قاعده عشان تعمل اخبار وكم ترند ده ما هي للاسف انما يعني برضو ما خد بالك ما هيثم ما كان سابه رجع لما رجع عمل نتائج حلوه وهيثم ما فيش فرقه هتكسب على طول مستحيل هتكسب على طول انما مع الوقت وبعدين انا هنا المقياس بتاعي ايه؟ حتى لو خسران الاداء شكله عامل ايه بوصل لجون ما بوصلش بس في اداء يا راجل المدرب هو يوصلك الحته الاخيره مش بتاعته الولد عندكم عند في سيراميكا شادي حسين شادي ده الولد مسك الكوره ودخل ال 18 ومن ناحيه شمال وقام قاطم واحد واثنين وثلاثه حاسس لا انها خبطت في واحد شادي من اللاعبين المميزين جدا تقلع الكوره ما يعملهاش الا لعيب عنده خبرات كبيره لان في ال 18 دي لها رهبه فانت اللعيب اللي احنا نقول عليه بلغه الكوره القاتل ايوه لعيب تقيل عمل واحده في ماتش المحله وقام داخل وتاول وحاططها في القايم برضه لا لعيب ممتاز فبحي اداره سيراميكا هو بيوصل للجون ده دور المدرب اللي انا الجمل
دايما هيثم بحفظ جمل بتوصل بالك جمل ويعني بتلاقيها مش عشوائيه. مظبوط. انا قدام الجون بقى ده انت ونصيبك زي ما بنقول. خد بالك يعني مثلا واحد بيقول لي حمد يمشي، قلت له يمشي ليه بس؟ يعني الراجل كان حمد هيجيب بلانتيين هو ينزل يشوطهم هيعمل ايه صحيح؟ بلانتيين ينزل يشوطهم. ما هو كلام مش منطقي برضه، بس هو ومدي رقم واحد في التصويب اللي كان معاه في مصر المعاصر. ما فيش كده، بس هي المشكله في ايه بقى؟ الحته اللي انا بقول لك عليها، لما تحط اللعيبه تحت ضغط والجمهور يضغطهم والاداره تضغطهم يحصل اللي احنا شفناه كده في مباراه الاسماعيلي. مظبوط. يعني الكره قدام الجون وبتضيع بلن ويضيع بلن تاني ويضيع، ما ده لعيب مضغوط خايف. انا معاك. في احسن من عبد الرحمن مجدي كمان بيشوط دخل شوط حطها فوق. فانت الضغط مش كويس. انما السؤال بتاعك ان انا بحيي اداره فاركو، بحيي اداره سيراميكا، في كمان سموحه مش عشان بقى النتائج، لا اللي هو نتائج حلو، لا عشان الاستقرار الفني. صح. سنه واثنين وثلاثه. اديك مثال صغير، انت عارف يا دكتور منتخب المانيا غير كم مدرب في 114 سنه؟ 12 مدرب اعتقد او 14 مدرب في 114 سنه. احنا عندنا يعني متوسط 10 سنين المدرب واكثر او اكثر كمان. عندنا في دول واحد بغير 56 مدرب في الهند. انا كنت في دراسه في المانيا في دوسلدورف سنه 2001، المحاضرين الالمان وهم بيدونا فكانوا بيكلمونا عن منتخب المانيا، من ضمن اللي كانوا بيكلمونا عليه الاجنده بتاع منتخب المانيا، الاجنده بتاع منتخب المانيا 2001 بيقول لك 2014 هناخد كاس العالم. تخيل. وخدوا كاس العالم 2014. تخطيط. فالناس بتخطط والناس بتشتغل. تصور لعيب هو صغير وهو نجم خلاص، شفت كان ايه وبقى ايه؟ طبعا مراحل متعدده. فهو الناس احنا ينقصنا الحته دي. عشان كده انا متوسم خير في الاتحاد اللي نجح، يعني ان باذن الله شايف الطموح في كل افراده، شايف ان في منظومه وفي اجراءات اتخذت تحسس الشارع ان في نيه ان الامور تكون افضل باذن الله. واهم حاجه في التخطيط ايه؟ ان يبقى كل حاجه مدروسه وكل حاجه معمول لها حساب والاجنده محطوطه وكل واحد عارف امتى هيلعب وامتى مش هيلعب، كل حاجه ده بيجيب النجاح. طيب تعالى بقى نشوف موقف الفرق المشاركه في دوري بطوله الابطال وايضا في الكونفدراليه، اهلي زمالك، الموقف شايفه ازاي؟ انا شايف ان الموقف بالنسبه للاهلي يعني في حكم ان شاء الله ان الاهلي هيوصل، ما فيش مشكله خالص. يعني الاهلي ان شاء الله يعمل نتيجه ايجابيه هناك في سان داونز، يبقى بنسبه كبيره ضمن يجي هنا عنده الماتشين التانيين هنا في مصر، فالعمليه بالنسبه للاهلي اعتقد انها سهله. زائد ان الاهلي احنا شايفينه في فورم عاليه جدا، شايفين ماتش بيراميدز يعني سهله، بس يعني اتمنى يحافظوا على المستوى والروح دوت، لان ماتش بيراميدز كان له حسابات ثانيه خالص. الزمالك هي المشكله شويه في الزمالك. وان كان كنت بتفرج عليك قبل ما اخش، الزمالك اسم كبير برضه. الزمالك اسم عنده الخبرات والقدره واللعيبه عندها قدرات ان هي تقدر ترجع في اي وقت. وخد بالك مش الزمالك، منتخب مصر لما بتحط في مواقف صعبه بتظهر ما بين شخصيه الـ يعني انا لما اتفرجت على منتخب مصر قدام غينيا اتضايقت، لما اتفرجت على منتخب مصر قدام كوت ديفوار اتبسطت. مع الكبير صح؟ ايوه مع المغرب. برافو عليك، احنا اتنين في وقت واحد. فانت الزمالك هو محطوط في موقف صعب، الظروف صعبه. انا احساس ان الزمالك هيعدي، انما ممكن الظروف الصعبه اللي هو محطوط فيها دي تخليه يعدي. بس هي ان هو دايما من رحم المعاناه يولد الامل، فانا عندي الامل مع فرقه الزمالك. وخد بالك فرقه الزمالك فيها لعيبه كويسه جدا، نجوم وفيها على المستوى الفردي نجوم. ومش عايز اقول لك كمان يعني انا يعني لما بتفرج ساعات على الزمالك ويكون مزاجهم عالي بتفرج على كره حلوه قوي. اكيد قوي. انا قلت ما بينكم سنده الفن والهندسه. ايوه بتبقى غزاله رايقه. ايوه أكيد. لما بيبقوا بيلعبوا بمزاج. صح. فهو ان شاء الله موقف صعب انما مش مستحيل بالنسبه للزمالك. بس خلينا ناخدها ماتش بماتش. الزمالك لازم ياخدها ماتش بماتش. وداد لازم يخلص. ايوه ما ينفعش اقول للزمالك ده احنا لازم بترو اتلتيكو ساجرادا، لا افكر في بتاع جمله. ايوه اصل جمله كانت دايما تتقال واليومين اللي فاتوا دول في السوشيال ميديا كلها
لازم الزمالك يكسب الثلاث ماتشات. لا ده عبء على اللعيبه. ما بتقولش كده. انا عايز الاول اكسب الماتش اللي جاي بس، وبعد كده بعد الوداد او ما اتكلم على اللي بعده لوحده وهكذا. خدها حته حته عشان اشيل الحمل والضغط على اللعيبه. بيراميدز خلاص 9 بونت. لا بيراميدز والمصري كمان. والمصري برضه ان شاء الله، ان شاء الله سهل يعني الله. ان ما دخلش اول هيخش ثاني المصري، ان باذن الله الفرقتين مكملين بيراميدز والمصري. انما اعتقد يعني محتاج الزمالك من مصر كلها بما فيهم جمهور الاهلي وسند في الفتره الجايه، لانه برضو الاهلي لما يتعثر جمهور الزمالك يقف معاه باذن الله. منتخب مصر ومباراتي السنغال رسالتك. بص مباراتين مش سهلين، صعبين جدا، بس زي ما انا بقول لك احنا دايما بتوع الصعب. شخصيه بتبان مع الصعب. احنا بتوع الصعب. واحنا بس انا اللي عايز اقوله بس في الماتش الاولاني ان احنا هنلعب في ملعبنا. فطبيعي ان انت هيكون عندك اندفاع هجومي عشان لازم تكسب في ملعبك، بس انا كل اللي برجوه ان يبقى في حرص وارتداد سريع. أكيد. في حاله الهجوم لازم نرتد سريعا، لان انت بتلعب فرقه مش سهله. صح. 28 لعيب محترفين. أه. فين؟ برشلونه، باريس سان جيرمان، يعني كل بص حدث وحرك بقى في كل انديه اوروبا اللي هي نمبر 1. فانت عندك لعيبه تقال هيعرفوا يستغلوا الهجمه المرتده بشكل كويس، فلازم تتحط في حساباتنا. واعتقد ان وما نستعجلش الفوز. ايوه أكيد. يعني اصل نغمه ان احنا بنعرف ملعبنا فعايزين نكسب واحد لا 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 عندها وعي وهتغيب مسانده من اول دقيقه لاخر دقيقه. أيوة. ان شاء الله في حاجه في صفنا هتحصل الحمد لله انها حصلت، واتمنى انها تستمر على طول. ان الملعب هيتملي. يعني 60,000 دول احنا خدنا كاس امم افريقيا وما احناش الاحق، خدناها في 2006. خد بالك ما كناش الاحق. وديت اللي جابت جميل. لنا 2008 و2010. بس الجمهور كان شكله يفرح في الملعب، يحرك الصخر. ماتشات انت كسبت الكوت ديفوار ما كنتش الافضل، ضربات الجزاء لو تفتكر. فاكر. فانت الجمهور يعني هيعمل لك عمل السحر. انما احنا عشان بس الناس ما تستهونش بنلعب فرقه تقيله قوي قوي قوي، بس احنا برضو مصر. واخد بالك احنا مصر واسم كبير، وبلاش احنا دلوقتي تصنيفنا ايه الرابع. كنا فين من قيمة شهرين ثلاثة. البطولة الافريقية نقلتنا نقلة ثانية. ايوه. فانت دلوقتي اتحطيت في الوضع الطبيعي. لا مش الطبيعي، قربت من الوضع الطبيعي بتاعك. انت المفروض تكون نمبر 1 في افريقيا. فانت ان شاء الله باذن الله نعمل نتيجة ايجابية في ملعبنا. انا واثق ان بره هنلعب كويس ان شاء الله. ليه؟ بس على ضوء النتيجه بتاعتك. يعني لو كسبنا هنا هنعرف، وكروش بيعملها كويس جدا جدا هناك في دكار سمغان. هتقدر تقفل الملعب بشكل كويس، هتقدر تقفل عليهم، هتزهقهم. هم لعيبه كويسين. لما بتلعب قدامهم وتزهقهم وتقفل الملعب وتضيق الخطوط والمساحات بيزهقوا، وتقدر انت توصل. انما هنا مهم نكسب، بس لازم يكون عندنا حذر تكتيكي. اكيد. نورتني وشرفتني وسعيد بهذا اللقاء، ان شاء الله نكررها خلال الفتره القادمه. النجم الكبير كابتن شريف الخشاب. انا اللي سعيد اني كنت معاك، وبشكرك وبشكر اسره التحرير والبرنامج كله، رئيس التحرير احمد جلال، ودايما متالق. وانا يشرفني ان انا اكون معاك. شرف لينا كابتن شريف، نورت وشرفت. شكرا. دي طبعا كانت حلقتنا النهارده من ملعب البلد، حتى نلتقي في حلقه اخرى قادمه لكم منا كل المنى. الى اللقاء.